السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا طلاب الصف الثاني الثانوي، معاكم أشرف جابر مدرس التاريخ وليلة امتحان الترم الأول. إن شاء الله محضرين شوية أسئلة كده ربنا هيكرمنا فيهم بإذن الله. نسمو الله ونبدأ على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول بيقول ادرس الخريطة التي أمامك ثم استنتج أكثر قادة المسلمين تأثيرا في حروب الردة. طبعا لو بصينا على ألوان الأسهم اللي خالد بن الوليد واخد اللون الأزرق، خالد بن الوليد ده أكتر سهم اللي هو السهم الأزرق اتعارك. بص كده، أدي معركة، أدي اتنين، أدي تلاتة، أدي أربعة. فعلا خالد بن الوليد هو نصيب الأسد في حرب المرتدين. ما تنساش كمان هو كان قائد الألوية، يعني كان قائد الحداشر لواء اللي طلعوا من ذي القصة وقضوا على حركة الردة وأعادوا توحيد الدولة الإسلامية. يبقى أكتر دور، أكتر قائد لعب دور في حرب المرتدين خالد بن الوليد. والشيء بالشيء يذكر، لما يقول لك أهم أسباب الردة قل له التنافس على الزعامة، ولما يقول لك أهم أسباب الردة قل له التنافس على الزعامة، وده سبب اجتماعي عصبية قبلية. مهمة الحتة دي. اللي بعده، ترجع أهمية نتائج معركة سبيطلة 27 هجريا إلى، تعال نفتكر ايه قصة سبيطلة يا شباب. عبد الله ابن سعد ابن ابي الصرح استأذن من عثمان ابن عفان في المدينة المنورة هنا ان هو يفتح سبيطلة، وراح عبد الله سبيطلة اللي هي افريقية اللي هي تونس. قال لي جرجريوس اسلام ولا جزية ولا قتال، يعني حرب. جرجريوس مرضيش يسلم ولا رضي يدفع الجزية، وتعارك، وعبد الله ابن سعد ابن ابي الصرح خد منه سبيطلة. ممكن يجي سؤال هنا يقول لك ما رأيك في موقف جرجريوس؟ قل له يتهم بالغباء السياسي. ليه غبي؟ لأنه استهان بقوة الخصم. كنت توافق على الجزية يا عم، المسلمين أقوى منك، وافق على الجزية سالم، حافظ على شعبك، لكن تفتح صدرك وتقول أنا هقدر على المسلمين وفي الآخر تاخد على دماغك. يبقى موقف جرجريوس اللي هو حاكم سبيطلة، ما الدروس المستفادة من موقف جرجريوس؟ هتقول ضرورة تقدير قيمة الخصم وعدم الاستهانة بقوة الخصم. ده جرجريوس استهان بقوة الخصم عشان كده خد على دماغه. أما مثلا ملك الصين قتيبة بن مسلم، ملك الصين وافق على الجزية، وده دليل على إدراك ملك الصين للأمر الواقع، ودليل على ذكاء ملك الصين وحبه للسلام أيضا. ما دخلش بجيش وحرب هو مش قدها. طيب لما فتحنا سبيطلة، نرجع للسؤال، أدى ذلك إلى فتح سبيطلة، قتل جرجريوس، تأمين حدود الدولة الإسلامية من الناحية الغربية. فلما أقول لك ترجع أهمية نتائج سبيطلة إلى تأمين حدود الدولة الغربية للدولة الإسلامية، تمشي. هقول تمشي، نكمل. اشتراك عدد من الصحابة فيها، لا ما عنديش معلومة في المنهج بتقول ان في عدد كبير من الصحابة اشترك في سبيطلة، ولكن حتى لو في عدد كبير هي تعتبر معركة سبيطلة مهمة لان في صحابة اتعاركوا فيها، ولا مهمة لانها امنت حدودنا الغربية؟ طبعا مهمة لانها امنت حدودنا الغربية. ولا مهمة لانها تعتبر استئناف الفتوحات الاسلامية في شمال افريقيا؟ كلمة استئناف معناها ان الحرب توقفت، الفتوحات توقفت، وجينا سبيطلة اعادت الفتوحات تاني. لا طبعا، قبل سبيطلة الفتوحات ما توقفتش، فما تعتبرش سبيطلة استئناف للفتوحات. امتى تعتبر المعركة دي استئناف للفتوحات؟ لو الفتوحات وقفت ورجعت تستأنف، يعني فتوحات وقفت في عهد علي بن ابي طالب. فلما جت دولة الأموية معاوية بن ابي سفيان، فتوحات معاوية بن ابي سفيان تعد استئنافا للفتوحات الإسلامية، لأن الفتوحات الإسلامية توقفت في عهد علي ومعاوية رجعها تاني. أما سبيطلة قبل منها الفتوحات ما كانتش متوقفة، فلا تعتبر سبيطلة استئناف. ولا استيلاء المسلمين على حصون المدينة، هي الأهمية إن احنا خدنا الحصون، ولا الأهمية إن احنا أمننا دولتنا؟ طبعا أمننا دولتنا. يبقى سبيطلة مهمة لأنها أدت لتأمين الدولة الإسلامية من الناحية الغربية. الشيء بالشيء يذكر، النوبة مهمة لأنها أدت لتأمين الدولة الإسلامية من الناحية الجنوبية. أما دي سبيطلة اللي هي تونس، تأمين الدولة الإسلامية من الناحية الغربية. معلش استحملني عشان لما اشرح لك سؤال بحاول أجيب لك خمس ست أسئلة حواليه تاني بحيث نقدر نعدي على المنهج كله. السؤال اللي بعده، أي من العلوم التالية اشتهر بها العرب قبل الإسلام وكان لها أثر على الزراعة؟ هاخد السؤال على جنب كده، تعالى لي سؤال كده راجل لراجل. الزراعة محتاجة علم الهندسة عشان بناء السدود زي سد مأرب. الزراعة محتاجة علم الأنواء عشان أقدر أحدد وقت سقوط الأمطار وأبذر البذرة بتاعتي وأزرع. يبقى الزراعة محتاجة علم الهندسة ماشي، علم الأنواء ماشي،
ماشي تعال نشوف ايه اللي متاح، متاح الانواء هي دي عشان وقت سقوط المطر. طب الشيء بالشيء يذكر، حرفة التجارة تحتاج إلى علم، يلا التجارة، الفلك عشان تحديد الاتجاهات وتحديد الطرق، علم الأنواء عشان معرفة وقت هبوب الرياح واتجاه الرياح عشان نسير السفن الشراعية، كمان التجارة محتاجة علم الهندسة لكي نمهد الطرق. يبقى التجارة الفلك يلزمها والأنواء تلزمها والهندسة تلزمها، الزراعة الهندسة تلزمها والأنواء تلزمها. وبقى راجع السؤال ده مرة كمان مهم اللي بعده. ارتدت بعض القبائل عن الإسلام ومنها من امتنع عن أداء الزكاة. طبعا يبقى ده سبب اقتصادي، الناس بتهرب يا باشا من دفع الفلوس. يبقى هنا ارتدت بعض القبائل عن الإسلام ومنها امتناع عن دفع الزكاة من أجل الهروب من تكاليف الإسلام، صح؟ ولا تدعيم الاستقرار السياسي؟ مش عارف يعني انا مش هدفع زكاة. تقول لي ليه يا اشرف جاب مش تدفع زكاة؟ اقول لك عشان اخلي الدولة مستقرة؟ لا طبعا. طب والناس بطلت تدفع زكاة بهدف ظهور حركة الترجمة؟ مال الترجمة يا عم انت داخل ألسن؟ ولا بهدف تحقيق تكامل المعرفة؟ ايه عم الهبد ده؟ الناس بطلت تدفع زكاة هروبا من تكاليف الاسلام، ده فرض من فرائض الاسلام، فانا مش عاوز ادي الفرض ده فمش دافع الزكاة، بهرب من التكاليف. بدأ تحرك المسلمين عسكريا ضد اليهود عندما بدأ تحرك المسلمين عسكريا، يعني أول عركة مع اليهود. أولا أول يهود اتعاركنا معاهم يهود بني قينقاع. ليه؟ لأنهم اعتدوا على امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع، وده يعد مخالفة لبنود صحيفة المدينة، يعني خالفوا نص أمان المسلم. فلما أقول لك بدأ تحرك المسلمين عسكريا ضد اليهود، بدأ فيبقى بني قينقاع ما والناس، بدأ تحرك المسلمين عسكريا ضد اليهود عندما، هو قبل ما بص في الاختيارات لقيت عندما اعتدوا على امرأة مسلمة تمشي، عندما خالفوا نص امان المسلم تمشي، عندما خالفوا الصحيفة تمشي. يلا بينا كده، يبقى بدأنا عسكريا عندما حاولوا قتل الرسول، لا بدأنا يبقى بني قينقاع اللي حاولوا قتل الرسول بني النضير، بحاول اديك معلومات اهو، ولا حرضوا مشركي مكة على قتال المسلمين، لا اللي حرضوا مشركي مكة برضو بني النضير، خالفوا بنود الصحيفة، ايوة هي دي يا برنس الليالي، خلفوا بنود الصحيفة لما اعتدوا على امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع 2 هجريا، مستغلين انشغال المسلمين بغزو بدر مع قريش 2 هجريا. اللي بعده، في ضوء النص المقابل يدل عفو الرسول عن قريش على، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش ما تروني أني فاعل بكم؟ قالت قريش: خيرا، أخا كريما وابن أخ كريم. قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أشرف جابر بيدرس لك وبيشرح لك فتح مكة، قال لك نتائج الفتح، دخل مكة منتصر، يعني دخل كده من غير قتال، وعفى عن الأسرى، وقلت لك فترتب على ذلك ايه؟ دخل الناس في دين الله أفواجا. ما غزوة الفتح اللي هي غزوة مكة، غزوة الفتح اللي هي موجودة في القرآن في سورة الفتح: إذا جاء نصر الله والفتح، اللي هو مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يبقى نتائج فتح مكة دخول الناس في دين الله أفواجا. أيوة مستر، ليه دخلوا في دين الله أفواجا؟ لأن النبي لما عفى عن أسرى مكة وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، فالناس بصوا كده قالوا ايه الدين الجميل ده؟ ايام ما كان لسه مستضعف وكنا بنأذيهم ونعذبهم المسلمين، تمام، دلوقتي المسلمين اقوى مننا واثرونا، بدل ما ياخدوا بطرهم القديم عفوا عننا. ايه الدين الجميل ده اللي بيدعو الى التسامح والعفو عند المقدره؟ طب ايه رايك بقى محمد عليه الصلاه والسلام، انت عفيت عنا فبينت لنا قد ايه ان الدين ده جميل واخلاقه حلوه، فاشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يبقى دخلوا الاسلام لما اعجبوا بسماحه الاسلام، وسماحه الاسلام ظهرت لما النبي عفى عنهم وقال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء. يبقى عفى النبي عن اسرى مكه على عدم إيذاء قبيلته، لا، ولا رغبة في إظهار قيم الإسلام. هي دي، النبي صلى الله عليه وسلم بيظهر قيم الإسلام فبالتالي يعجبوا بقيم الإسلام ويدخلون في دين الله أفواجا. ولا ليه عفى عنهم؟ رفض الدخول في حرب ضد قريش؟ لا يا باشا، ما هم استسلموا أصلا. ولا رغبة، ما فيش الكلام ده عام، هي رغبة في إظهار قيم الإسلام. اللي بعده،
في ضوء النص المقابل يتفق موقف زهير بن أمية مع المبادئ. صاح زهير بن أبي أمية عند البيت الحرام: يا أهل مكة، أنا أكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة. طبعا زهير بن أمية ده كان أحد أقارب بني هاشم وما كانش مسلم، بس تعصب على المسلمين المحاصرين ساعة المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة الاجتماعية، تعصب هنا على قبليته، دي قبيلتي لمحاصر حتى لو أنا كافر. يبقى هنا ظهرت العصبية القبلية بشكل إيجابي. بتيجي يا شباب دي ظهرت العصبية القبلية بشكل إيجابي عندما نقض البعض، كلمة البعض هنا عايد على زهير، صحيفة المقاطعة اللي عملتها قريش. طب زهير قال إيه؟ والله لا أقعدن حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة. وصف الصحيفة بالظالمة، يعني قال والله ما هقعد غير لما رجع الحق للمظلوم، انا مش قاعد غير لما الظلم ده يتحاش ويتشال. يبقى الرجل ده بينصر المظلوم، يبقى هذا القول يتفق مع حلف الفضول، حلف الفضول اللي تحالفت فيه قبائل مكة ان تقف يد واحدة مع المظلوم ضد الظالم، فاكرينه اللي هو قبل الإسلام. يبقى هذا القول يتفق مع حلف الفضول في نصرة المظلوم. طب مستر، أمال ليه قصة عهد الأمان ده بتاع عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس وده في حرية عقيدة؟ صلح الحديبية ما فيهوش يا باشا حرية عقيدة ولا في نصرة مظلوم. اتفاق البق ده بتاع بيننا وبين النوبة، يبقى حلف الفضول، لأن حلف الفضول بيدعو لنصرة المظلوم، والراجل ده رايح ينصر المظلوم ويقف ضد الصحيفة الظالمة. اللي بعده: أي المناطق التالية خلت من الأراضي الزراعية الواسعة بشبه الجزيرة العربية؟ عاوز مدينة من دول ما تكونش فيها أرض زراعية كتيرة. طيب الحيرة، مشهد الحيرة في العراق عند نهر دجلة ونهر الفرات، دي أخصب أرض، أرض خصبة جدا زي مصر كده. لا طبعا الحيرة مليانة أرض زراعية. طب الغساسنة، الغساسنة على البحر المتوسط، قال لك بتزرع اعتمادا على الأمطار الشتوية، بتزرع دي شغالة بالزراعة. ويثرب، قال لك يثرب واحة زراعية، كل دي معلومات من المنهج فيها مياه جوفية. يبقى مكة هم اللي أهلها كانوا شغالين بالتجارة، مكة لسكنتها قريش لإلاف قريش إلى فيهم رحلات الشتاء والصيف يا عم. يبقى مكة يغلب عليها الطابع التجاري، ما كانش فيها أراضي زراعية كتيرة. اللي بعده: استنتج من خلال دراستك أكثر الفتوحات الإسلامية التي ظهرت بها إصلاحات اجتماعية، إصلاحات اجتماعية في عصر الدولة الأموية، فتح بلاد. طب الأمويين فتحوا الناحية دي بلاد السند وبلاد ما وراء النهر، والناحية دي سيطرة على أقليم العواصم والصغور، والناحية دي فتحوا المغرب وفتحوا الأندلس لغاية حدود فرنسا، معركة تورب وأتي بلاط الشهداء. إيه بقى الإصلاحات الاجتماعية؟ إصلاحات اجتماعية أنا تعمل لي عدالة اجتماعية، يبقى دي إصلاح اجتماعي، تقضي على الطبقية، تقضي على التفاوت الطبقي. طبعا ده حصل في الأندلس. انت عندك الأندلس أعطوا، بصوا الإصلاحات الاجتماعية في الأندلس، قضوا على الطبقية، يعني ما عندناش ناس فوق وناس تحت، نقضي على الطبقية. قضوا على العبودية، طب ما كل ده بيعمل عدالة اجتماعية، ما عندناش أسياد وعبيد يا باشا، احنا كلنا واحد. ما عندناش طبقات يا باشا، احنا كلنا بنساعد بعض. يبقى القضاء على الطبقية ده إنجاز اجتماعي، القضاء على العبودية إنجاز اجتماعي. لما أعطوا الغير مسلمين الحق في الاحتكام لشعائرهم الدينية، يعني لو اتنين يهود معاهم حق يروحوا يتقاضوا عند قاضي يهودي، لو اتنين مجوس معاكم حق تروحوا تحتكموا لقاضي مجوسي، حق الغير مسلمين الاحتكام لشعائرهم الدينية، مادام اداهم الحرية ان هم يتقاضوا عند قاضي على ملتهم، يبقى ده انجاز اجتماعي برضو. القضاء ده حاجة اجتماعية، يبقى القضاء على الطبقية اجتماعية، القضاء على العبودية اجتماعية، حق الغير مسلمين لاحتكام لشعائرهم الدينية اجتماعية. يبقى أغلب الإصلاحات الاجتماعية كانت في الأندلس، والأندلس هي جنوب غرب أوروبا، والأندلس هي أسبانيا والبرتغال. ياريت تكتب الملحوظات دي. اللي بعده: استطاعت الدولة الحمدانية، حمدانية الطولونية والأخت الإخشيدية، أختهم الحمدانية، الثلاثة دول
اللي تأسسوا في الشام في العصر العباسي الثاني وسيطر على اقليم العواصم والصغور بالصلح طارة وبالمواجهة طارة اخرى مع البيزنطيين. انا افتكرت كده حتة دي فانو حتة في المنهج ماشي بقى. بيقولك استطاعت الدولة الحمدانية حماية الدولة العباسية من جهة الشمال. يا عم انا بقولك سيطر على اقليم العواصم والصغور. لو السؤال بيسأل عن الحمدانية او الاخشيدية او الطولونية بيقولك طولونية اخشيدية حمدانية حموا الدولة العباسية تختار من الشمال. اما لو قال في السؤال دولة الاغالبة دي اللي حمت الدولة العباسية من الغرب. اما دولة الطاهرية الصفارية السامانية الغزناوية الغورية دول حموا الدولة العباسية من الشرق. استأذنك اكتب الكلام ده ورايا. لو بيسأل في السؤال عن دولة اسمها طاهرية صفارية سمانية غزنوية غورية بيقول لك اي دولة من دول حمت الدولة العباسية من انه اتجاه تختار الشرق. اما لو السؤال بيسأل عن دولة الاغالبة حمت الدولة العباسية منين تختار الغرب. لو السؤال بيسأل عن الدولة الطولونية الاخشدية الحمدانية حمت الدولة العباسية منين تختار الشمال. بعد اذنكم اكتبوا الكلام ده. والاغالبة دي اللي فتحت صقلية جنوب اوروبا جزيرة. اللي بعده تمثلت مهمة أسماء بنت أبي بكر الصديق أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب. مهمة ستنا أسماء كانت تحضر للرسول وأبوها أبو بكر المؤن والإمدادات والأكل والشرب ذات النطاقين اللي قطعت الطرحة بتاعتها نصها لفت فيها الأكل والشرب للرسول ولأبو بكر في الغار غار ثور. لو صعب في الامتحان وعاوزك تجاوب تقول أسماء مش هيقول لك أسئلة خمسة ابتدائي اللي هي ايه مين اللي بتودي لهم الأكل والشرب فانت الله تقول أسماء مش هيجي كده. يقول لك شخصية مسؤولة عن المؤن والإمدادات فحضرتك تقول أسماء. أو يقول لك قدمت دعم لوجستي للنبي دعم لوجستي يعني اديت له أكل وشرب وما يحتاجه يبقى أسماء. طب أنا السؤال بيقول لك تمثلت مهمة أسماء فيه تضليل قريش لا استطلاع الطريق لا إرشاد النبي إلى مكان الاختباء صلى الله عليه وسلم لا رعاية النبي وصاحبه رعايتهم يعني تخلي بالهم منهم زي ما والدتك ترعى ابنها الصغير يعني تأكله وتشربه. فستنا أسماء كانت مهمتها رعاية النبي وصاحبه أبوها اللي هو أبا بكر الصديق عن طريق الأكل والشرب. اللي بعده برنس الليالي رمانة الميزان يتضح في ضوء تحليل النص المقابل كان هدف الخليفة الوليد بن عبد الملك. قال الوليد بن عبد الملك لقائده موسى بن نصير خوضها بالسرايا حتى ترى وتختبر شأنها. ايوه افتكرت انا الحدوتة. كان موسى عاوز يفتح الضفة الاخرى اللي هي الاندلس لما كان موسى واقف عند حاكم سبتة وقال للوليد بن عبد الملك والوليد قاعد في دمشق قال له اروح افتح الاندلس. قال له لا ما ترميش بالجيش مرة واحدة في بحر مليون بالاخطار. ابعت الاول سرية صغيرة يا اخوي بدل ما نرمي بالجيش كله في بحر مليان اخطار جيشنا يروح. اسمع الكلام وادخل في البداية بسرية صغيرة. يبقى ده دليل على حرص الوليد على الحفاظ على سلامة الجنود المسلمين. الحفاظ على سلامة الجنود المسلمين مش عاوز يغامر. وابوه اصلا الله يرحمه عبد الملك بن مروان كان موصي برضو بكده. كان بيقول لقائده على الجيش أنت تاجر الله على عباده فكن كالمضارب الكيس الفطن إذا وجد ربحا تاجر وإن لم يجد احتفظ برأس المال وكن من احتيالك على عدوك أشد حذرا من احتيال عدوك عليك. يبقى برضو وصية عبد الملك الله يرحمه لقائده كانت تدعو إلى الحفاظ على سلامة الجنود المسلمين. يبقى هنا من النص حسيت أنه عاوز يحافظ على سلامة الجنود المسلمين. ليه أنا واحدة في دول باب إنشاء قواعد لا فتح جزر لا الحرص على استكمال فتوحات لا الحرص على سلامة جنود المسلمين. أيوة هي دي يا برنس الليل يا رمانة الميزان هفد فندر قلبي فينك من زمان. اللي بعده قيام الحرب بين الفرس والروم قبل الإسلام يتبعوا بالضرورة قيام حرب بينه. طبعا دي معروفة يا عم الحيرة والغسانة بالفقاقة. ليه؟ لأن الحيرة كانت تابعة للفرس والغساسنة كانت تابعة للروم. فلما العركة تقوم بين الفرس الحيرة بتقف مع الفرس لما العركة تقوم بين الفرس والروم الحيرة تقف مع الفرس الغساسنة تقف مع الروم. بيبقى قيام حرب بين الفرس والروم معناه قيام حرب بين الحيرة والغساسنة.
وده يثبت ان مملكتي الحيره والغساسنه اللي في الشمال فضلوا ولائهم السياسي على انتمائهم العرقي، رغم ان الحيره والغساسنه من اصل عرقي واحد، الاثنين عرب، لكن الاثنين كانوا بيسحبوا على بعض يا باشا. الحيره تزعل على الفرس والغساسنه تزعل على الروم ويتعاركوا مع بعض رغم ان هما الاثنين من اصل عرقي واحد، وده دليل ان الحيره والغساسنه فضلوا ولائهم السياسي للفرس والروم على اصلهم العرقي، رغم انهم بلديات لكن سحبوا على بعض. اللي بعده، رفض نجاشي الحبشة إعادة المسلمين إلى قريش قبل أن يسمع منهم، يدل ذلك على تمتع النجاشي بالإيه؟ بالحكمة والعدل طبعا. هو أنا لو جولي اتنين يشتكولي، الأولاني سمعته، طب ما الأولاني هيقول كل حاجة تثبت إن التاني اللي غلطان. لو أنا سمعت الأولاني بس وسكت وأصدرت حكمي وقلت التاني اللي غلطان، أنا كده ظالم. أنت سمعت من طرف واحد. شروط الحاكم العادل لا يصدر حكما إلا بعد الاستماع من الطرفين. فالنجاشي لما رفض إعادة المسلمين إلا لما يسمع منهم الأول، ده بيدل على التسامح والعدل. لا، تسامحي، هم مش غلطانين عشان يسامحوا. القوة والشجاعة، ما كانش بيتعارك هو حضرتك. المساواة ماشي، والكرم هو أكلهم وشربهم. هي باشا العدل وحكم والحكمة، عنده عدل وحكمة، عدل وحكمة النجاشي. والشيء بالشيء يذكر، هو طلب انه يسمع من المسلمين. اللي دافع عن المسلمين، محامي المسلمين، محامي المسلمين لدى النجاشي، كان جعفر ابن ابي طالب. لما قال له ايها الملك كنا قوما اهل جاهلية، يبغى القوي فينا على الضعيف، نأكل الميتة ونقطع الارحام ونسيء الجوار ونشرب الخمر ونعبد الاصنام، حتى ارسل الله فينا رسولا منا يأمرنا بصدق الحديث. وإلى كمالة الخطبة العظيمة اللي جعفر ابن أبي طالب دافع بيها عن المسلمين أمام النجاشي. فالنجاشي بعد خطبة جعفر وبعد أن استمع لجعفر رفض أن يسلم المسلمين لعمرو بن العاص، وده بيدل على عدل وحكمة النجاشي. أكثر الغزوات التي ظهر فيها التأثير السلبي للمنافقين على المسلمين. حلو السؤال ده وبيتجاوب مش بالهبت. بص، غزوة بني قينقاع، اولا اكثر غزوات التي ظهر فيها التاثير السلبي. يعني ايه كلمه التاثير السلبي؟ اتضرينا. فنختار غزوه انتصرنا فيها ولا اتغلبنا فيها؟ اكيد اتغلبنا، عشان يبقى كده المنافقين اثروا فينا، اثروا علينا سلبيا، يبقى اختار غزوه احنا خسرنا فيها. فبالرغم من بني قينقاع المنافقين اتوسطوا ليهود بني قينقاع، لكن احنا في الاخر كسبانين وطاردين بيهود بني قينقاع بره، فدي مش اكثر غزوه تاثرنا بها سلبيا من المنافقين. طب تبوك، سابونا لوحدنا، بس كسبنا. طيب فتح مكه ما ظهرش فيها المنافقين اصلا. احد بقى، تعال لي شويه بقى. واحد، احد، عاد عبد الله بن ابي بن سلول بتلت الجيش، خلانا نوصل بجيش ناقص. اتنين، بعد ما تهزمنا من احد بدا عبد الله بن ابي بن سلول المنافقين يشق الصف ويوقعوا بين المهاجرين والانصار، وعمالين ماسكين ودن الانصار بيقولوا لهم سيبوا الاسلام وارجعوا لدينكم القديم. يبقى احد هي اكثر الغزوات اللي ظهر فيها التاثير السلبي للمنافقين. واحد، عشان اتهزمنا. اتنين، عشان المنافقين عملوا اسلوبين فيها، رجعوا بتلت الجيش وده يدل على تحالف المنافقين مع قريش. اتنين، شق الصف بين المهاجرين والانصار. يبقى اكثر الغزوات تأثيرا سلبيا على المسلمين نتيجة موقف المنافقين هي غزوة أحد. اللي بعده، سعى الرسول صلوات الله وسلامه عليه للخروج بالدعوة خارج مكة ونشرها داخل شبه الجزيرة العربية. بعد، خلي بالك، ولا خارج مكة، حلو، وداخل شبه الجزيرة العربية. أصل خارج مكة، أول مكان خارج مكة كان الحبشة هنا، بس الحبشة دي في افريقيا، فهو عاوز اول مكان خارج مكة ويكون في نفس الوقت داخل شبه الجزيرة العربية، اللي هي ايه؟ اللي هي الطائف. سنة كام؟ 10 من البعثة، عام الحزن. يبقى بعد غزوة بدر، غزوة بدر 2 هجرية، لا، بعد الهجرة للحبشة ولا صلح حديبية ولا وفاة ابو طالب، اهي وفاة ابو طالب اللي هي 10 من البعثة اللي هي عام الحزن، وفاة ابو طالب والسيدة خديجة، ده كده نشر النبي الاسلام خارج مكة ودخل شبه الجزيرة العربية في وقت واحد. اللي بعده، يدل اشراك الدولة الاموية للبربر في الفتوحات الاسلامية علم. هيدل على ايه؟ ان هي ما بتفرقش بين عربي وبربري في المغرب، او يدل على المشاركة او المواطنة، المواطنة يعني المساواة.
يبقى يدل اشراك الدوله الامويه البربر في فتوحات اسلاميه اعلى. تواصل البربر مع الروم يا راجل انت، يعني البربر بيتواصلوا مع الروم فاحنا نشركهم معانا ضد الروم ازاي؟ يعني ده اختيار، يعني اللي يختار يبقى في حاجه في مخه. هما الاشراك الامويين للبربر في الفتوحات الاسلاميه دليل على رغبه البربر في هجره اراضيهم، لا طبعا. رغبه البربر في الحصول على الغنائم، لا، انما الجهاد كان في سبيل الله وليس في سبيل الغنائم والاموال. ولا حرص الدولة على مبدأ المواطنة، برنس ركز في الكلمة دي جاية، المواطنة يعني المساواة في الحقوق والواجبات. اللي بعده، أمامك نص من صحيفة المدينة يدل هذا النص على إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم نفسه وآثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. بيقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان بني عوف اللي تبعونا، كلمة اللي تبعنا ان يهود بني عوف امة مع المؤمنين يعني الموافقين على الصحيفة دي وماضيين بقوا ايه محالفين، يعني في تحالف بيننا من بعض، ليهم دينهم ولينا ديننا. الله، طب ما دي حرية عقيدة. حرية عقيدة طبعا، ومحدش هيلمسهم الا لو هم غلطوا وظلموا، فهنعاقب الظالم بس. يبقى هنا في حرية عقيدة، اليهود دينهم، نصرة المظلوم، تكافل الاجتماعي، احترام امان المسلم، حرية العقيدة. يا عم بقول لك لهم دينهم ولنا ديننا، اي عم اي 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 بتنور اي، حرية الاعتقاد طبعا. اللي بعده، العقيدة، حقق سوق المدينة الذي انشاه الرسول صلى الله عليه وسلم اهدافه. قلنا سوق المدينة كان مصدر للكسب، الكسب الماني، الماني يبقى اهداف اقتصادية. وسوق المدينة حقق استقرار الدولة. استقرار دي حاجة اجتماعية، لان الاستقرار عكسه التنقل والترحال، والدولة حاجة سياسية. فيبقى سوق المدينة حقق مكاسب اقتصادية واجتماعية تمشي، او اقتصادية وسياسية تمشي. تعالى بيقول ايه اهداف عند اقتصادية واجتماعية وسياسية، الاولى تختار اجتماعية. بص عشان جابر كاتب في الاول اجتماعية سياسية، كلمة استقرار الدولة ده هدف اجتماعي سياسي، بس ما دام عشان جابر قال اجتماعي الاول يبقى الاجتماعي اول. طبعا الاقتصادي ثابت معاك، يبقى اقتصادي صح واجتماعي صح. يلا يلا اللي بعد، لو ما فيش اجتماعي نستعيد عنها بالسياسي، لكن هي اجتماعي الاصح. اللي بعد، اثبت صحة العبارة التالية، مقال يا برنس، لم يعرف النظام القبلي مبدأ الفصل بين السلطات. طبعا طبعا الفصل بين السلطات يا شباب، ان انا اجيب اشرف جابر كده اقول له انت مسؤول عن السلطة التشريعية بس، واجيب فلان الفلاني انت مسؤول عن السلطة التنفيذية بس، واجيب علان العنالي انت مسؤول عن السلطة القضائية بس. لكن لما شيخ القبيلة يبقى مسؤول عن مهام تنفيذية وفي نفس الوقت مسؤول عن مهام قضائية، هو شخص واحد ومسؤول عن حاجات تنفيذية حاجات قضائية، يبقى احنا هنا كان في خلط بين السلطات ولم يكن هناك فصل بين السلطات. يبقى اثبت ان النظام القبلي لم يعرف مبدأ الفصل بين السلطات، هنقول بدليل ان شيخ القبيلة جمع في يديه مهام من السلطة التنفيذية زي قيادة الجيوش واعلان الحروب واستقبال الوفود وعقد معاهدات، وجمع ايضا مهام من السلطة القضائية زي الفصل في المنازعات. يبقى ما دام شيخ القبيله جمع مهام تنفيذيه ومهام قضائيه يبقى لم يكن هناك مبدا الفصل بين السلطات. اللي بعده، حدد تقييمك لمدى مصداقيه العباره، يعني تقول العباره صادقه بدليل او العباره خاطئه بدليل. كان اجتماع سقيفه بني ساعده بمثابه جمعيه وطنيه تاسيسيه تحدد فيه مصير الامه الاسلاميه. جمعية وطنية تأسيسية، حتى تلاقي كده مرتضى منصور أيام ما كان رئيس الزمالك يقول لك إيه، أنا النهاردة اجتماع الجمعية العمومية وهنحط قواعد. جمعية تأسيسية يعني بتحط قواعد تمشي عليها الدولة. هل اجتماع سقيفة بني ساعدة كان بمثابة فعلا اجتماع حط أساسيات الدولة مشيت عليها؟ لأن اجتماع سقيفة بني ساعدة ترتب عليه مبايعة المهاجرين والأنصار لأبي بكر الصديق بالخلافة. يبقى هنا هذا الاجتماع مهم جدا، لان تولد عنه، يعني نتج عنه، تولد عنه ظهور نظام حكم جديد غير النظام القبلي والشبه ملكي القدام. نظام حكم جديد اسمه نظام الخلافة. وقلنا ان اول ما تسمع كلمة حكم او دولة يبقى حاجة سياسية، سمعت زراعة صناعة تجارة راعي يبقى حاجة اقتصادية، سمعت قضاء صحة تعليم يبقى حاجة اجتماعية. اجتماعية ريت تكتبوه مرة. فهذا الاجتماع هو جمعية تأسيسية على الأمة، حيث دارت المشاورات بين المهاجرين والأنصار، وفي النهاية اتفق رأي الجميع على مبايعة أبي بكر الصديق بالخلافة، أبي بكر الصديق بالخلافة
بالخلافة يعني خلفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تعد بيعة ثقيفة أول حدث تاريخي تولد عنه ظهور نظام الخلافة، وتعتبر نتائج اجتماع الثقيفة هي نتائج سياسية لظهور نظام حكم جديد اسمه نظام الخلافة. اللي بعده، ما أهم القيم المستفادة من موقف الخليفة عمر بن الخطاب بالنسبة لسوار كسرى؟ طب أفكركم بالحدوتة عشان في كذا موقف. سعد بن أبي وقاص يفتح المدائن ويدخل القصر الأبيض ويحول القصر الأبيض إلى مصلى، فتتغير أهمية القصر الأبيض من أهمية سياسية إلى أهمية دينية بعد معركة المدائن. دي معلومات من عندنا، مش دعوة مش لهاش دعوة بالسؤال. سعد بقى يلاقي سوار كسرى الذهب، هل سعد يطمع في السوار؟ لا، يبعته لعمر بن الخطاب، فده دليل ان سعد عنده أمانة وإيثار وتفضيل الغير عن النفس. عمر بن الخطاب لما ياخد السوار يبكي، يبكي من شدة أمانة سعد، فوقف علي بن أبي طالب جنب عمر بن الخطاب بيقول له يا خليفة رسول الله عففت فعفت رعيتك ولو ارتعت لارتاعوا. يعني سيدنا علي بن أبي طالب بيقول لعمر بن الخطاب انت بتبكي من شدة أمانة سعد، ده انت يا عمر عشان أمين فربنا بارك لك والرعية بتاعتك كلها بقت أمينة، أما انت يا عمر لو حرامي كانت الرعية بتاعتك هتبقى حرامية. علي بن أبي طالب بيقول عففت فعفت رعيتك ولو ارتعت لارتاعوا، يعني علي بن أبي طالب بيدينا قاعدة بتقول إن صلاح الحاكم يؤدي إلى صلاح الرعية وفساد الحاكم يؤدي إلى فساد الرعية. فسيدنا عمر بن الخطاب راح ماسك سوار كسرى فارس، هي بقى اللي فيها السؤال، وراح منادي على سراقة بن مالك وقال له النبي كان وعدك بالسوار وأنا بوفي وعد رسول الله، خد سوار كسرى. يبقى موقف عمر بن الخطاب من السوار وفاء بالعهد، اكتبها وراي، موقف عمر بن الخطاب من السوار وفاء بالعهد، موقف سعد من السوار أمانة وإيثار، موقف سعد من السوار أمانة وإيثار، موقف عمر من السوار وفاء بالعهد. يبقى يدل موقف عمر بن الخطاب عندما منح سوار كسرى لسراقة بن مالك على الوفاء بالعهد والحرص على تنفيذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي بعده، ما أوجه الاختلاف بين موقف الدول المستقلة من الخلافة العباسية في العصر العباسي الأول والعصر العباسي الثاني؟ في العصر العباسي الأول الخلفاء العباسيين كانوا أقوياء، فالدول المستقلة في الشرق والغرب زي الأغالبة مثلا، دي تبعنا، الأغالبة دي في الغرب، والطاهرية الصفارية السمانية في الشرق، دول تبعنا. في العصر العباسي الأول أما كان الخليفة قوي، كانت الدول المستقلة تابعة تبعية كاملة للخليفة العباسي، بتسمع كلامه ما بتفكرش تعرضه ما بتفكرش تستقل عنه في العصر العباسي الأول. أما في العصر العباسي الثاني الدول دي تمتعت بشيء من الاستقلال أكتر، وكانت ممكن تستقل بعيد عن الخليفة وتمارس فتوحات بعيدة عن الخليفة. ويمكن من سلبيات الدول المستقلة في العصر العباسي الثاني، اكتب الحتة دي ورايا، من سلبيات الدول المستقلة في العصر العباسي الثاني هي مزقت الكيان الإسلامي أو مزقة العالم الإسلامي، لكن من إيجابياتها الدول المستقلة في العصر العباسي الثاني، رغم أن هي مزقة العالم الإسلامي، لكن من إيجابياتها حافظت ودافعت عن الخلافة العباسية اللي كانت ضعفت جدا في الوقت ده. يبقى واجه الاختلاف أن في العصر العباسي الأول تمتعت الدول المستقلة بالحكم الذاتي مع الولاء التام للدولة العباسية، ده يعني كان العصر العباسي الأول الخليفة العباسي قوي، فالدول المستقلة كانت ولاءها ولاء تام للخليفة العباسي. أما في العصر العباسي الثاني قامت عدة دول مستقلة نتيجة لضعف الخلفاء العباسيين، قامت بدور منهم في الفتوحات باسم الخلافة الإسلامية، واستطاعوا فرض وجودهم أمام البيزنطيين في الشمال وفرض وجودهم في الهند في الشرق، طبعا لأن الخليفة العباسي ضعيف، فإحنا بقى اللي اشتغلنا في الفتوحات. اختيارات، كان عبد الله بن أبي بن سلول أحد زعماء الخزرج وأكثرهم مكانة في يثرب قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. في ضوء العبارة السابقة، اتفقت أسباب عداء عبد الله بن أبي بن سلول للإسلام مع أسباب عداء مين؟ اتفقت يعني حصل اتفاق بينهم، تحالفوا. عبد الله بن أبي بن سلول قريش اتصلت به لما كان بتهدد النبي، مش قلنا أرسلت قريش للنبي عدة رسائل تهديد، واحدة مع المهاجرين والأخرى مع عبد الله بن أبي بن سلول زعيم الخزرج. يبقى كده عبد الله بن أبي بن سلول اتفق أهدافه مع أهداف مين؟ قريش. طيب يا مستر ما فيش اختيار تاني ينفع؟ لا، الروم ما فيش، الفرس ما فيش، الطائفة كان ينفع، اليهود، لأن عبد الله بن أبي بن سلول اتوسط ليه بني قينقاع، لكن هي دلوقتي هنا عاوز قريش، لما قريش قالت لعبد الله بن أبي بن سلول ابعت تهديد للنبي أو بعت التهديد للنبي عن طريقه. اللي بعده، الشكل المقابل يوضح أثر لإحدى حضارات شبه الجزيرة العربية، نستنتج أنه يقع في الجهة، بيوت منحوتة في الجبل، بس
ده دليل على تقدم العرب في النحت، لما قلنا تأثر العرب في النحت بالحضارات، وأشهر المدن مدينة الحجر بدولة الأنباط. قلنا الأنباط دي في الشام، جنوب الشام، فيها مدينة الحجر اللي بينحتوا بيوتهم في الجبل. والشام تقع فين بالنسبة لشبه الجزيرة العربية؟ أجيب عيل في رابعة ابتدائي يقول لي شمال، شمال يا برنس الليل، شمال جنوب شرق غرب، يبقى شمال. حلو، طب يا مستر هنا جهات إيه فرعية؟ حاضر يا عم، ارسم الخريطة بقى كده أهو. والشام بالنسبة لشبه الجزيرة العربية شمال غرب أهي، دي كده الشمال، ده الشمال، ده الجنوب، ده شمال، ده جنوب، ده شرق، ده غرب، كده شمال غرب. لو رسمت الاتجاهات مظبوطة بالظبط هتلاقي الشام في الشمال الغربي، الشمال الغربي، لأن البيوت دي منحوتة من الحجر في دولة الحجر أو في مدينة الحجر بدولة الأنباط. اللي بعده، يرجع خروج الخلفاء العباسيين بأنفسهم لحرب الروم. يا أخي لما أقول لك إيه، أنا ببعتك مثلا تعمل لي حاجة، وببعت أخويا الصغير يعمل لي حاجة، ببعت مثلا طالب عندي يقول لي هات لي كذا، وبعد كده بقول لهم ايه، لا استنوا، ده انا لازم اروح فيها بنفسي دي بعد اذنكم، سيبوني انا رايح بنفسي. يبقى اكيد المشوار ده مهم قوي بالنسبه لي، ما هو عشان مهم قوي انا هطلع انا بنفسي. يبقى خروج الخلفاء بانفسهم لحرب الروم دليل على خطوره هجمات الروم على المناطق الحديه، يبقى ده حاجه مهمه جدا فاسيبها لنا، مش بيدل على رغبتهم في توسيع حدود دولتهم. طب ما انا ببعت اي قائد وهيوسع لي الدوله، ولا رغبتهم في اظهار القوى العسكريه للمسلمين، لو عايز اظهر القوى العسكريه للمسلمين هعمل جيش عريض وكبير، ولا الاهميه الاقتصاديه، باشا مالناش دعوه بالفلوس، هو المشوار مهم خطر فسيبه لي انا اطلع بنفسي. الخليفه كان بيقول كده، ودي تعتبر من الحاجات الكرييتيف اللي عملوها العباسيين، ان هم بقى يخرجوا بانفسهم لقتال الروم ويعملوا سياسه تبادل الاسرى. دي حاجات كرييتيف. ليه بتقول كرييتيف؟ لان العباسيين كانوا بيقلدوا الامويين في ارسال الصواف والشواتي اللي هو نظام الاستطلاع الحربي، ولما العباسيين يستخدموا نفس اسلوب الامويين ده دليل ان هذا الاسلوب فعال، يبقى دليل الاسلوب ده ناجح جدا، ناجح جدا مع الامويين. الدليل هو ناجح جدا مع الامويين بدليل ان العباسيين كمان استخدموه، اللي هو ارسال الصواف والشواتي اللي هو نظام الاستطلاع الحربي. اللي بعده، ازداد ايذاء قريش للرسول صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من البعثه، مستغلين احداث، طبعا مستغلين وفاه ابو طالب ووفاه خديجه رضي الله عنها، مستغلين احداث اجتماعيه، اي النبي عانى معاناه اجتماعيه، وان اي حاله وفاه اي فقد هي معاناه اجتماعيه، لانك لما ربنا يحفظ لكم رب كل اهاليكم وكل ناسكم وكل حبايبكم، لكن لما تفقد حد من اهلك يبقى انت كده فقدت علاقه اجتماعيه. كان في علاقه اجتماعيه بيني وبين والدي ابويا وانا ابنه، واي علاقه ما بين اتنين اسمها علاقه اجتماعيه، مش شرط تكون خطيبته او مراته. فلما فرد يموت الشخص اللي عايش هو فقد صله اجتماعيه او فقد علاقه اجتماعيه او فقد حلقه اجتماعيه، فيبقى يعانى معاناه اجتماعيه. عمل الرسول صلى الله عليه وسلم على تقويه الجبهه الداخليه وبناء مجتمع مترابط في المدينه بعد الهجره عن طريق تقويه الجبهه الداخليه وبناء مجتمع مترابط. يبقى لازم حاجه، اختار حاجه تبين ان المجتمع بقى جوه عاوزينه مترابط، مش عاوزين في صراعات. المؤاخاه من المهاجرين والانصار دليل ان النبي بيقوي الجبهه الداخليه، وصحيفه المدينه عشان ننظم العلاقه بين المسلمين واليهود، ما اليهود عايشين معانا جوه، يبقى برضو احنا دليل ان احنا مش عاوزين وجع دماغ. يبقى المؤاخاه بين المهاجرين والانصار دليل ان النبي عاوز يؤاخي بين المهاجرين والانصار اللي عايشين جوه يثرب، والصحيفه دليل ان النبي عاوز ينظم العلاقه بين المسلمين بقى اللي هم المهاجرين والانصار واليهود، مش عاوزين وجع دماغ. يبقى اي حاجه من الاثنين دول كان هدفها ان يوحد الدوله من جوه. بناء المسجد لا، طرد اليهود لا، البناء هي صحيفه المدينه. اللي بعده، ما اوجه النقد التي توجه الى سياسه اليهود تجاه الاوس والخزرج قبل الاسلام؟ اوجه النقد التي توجه الى سياسه اليهود، اولاد الذين فاكرين اليهود وقعوا بين الاوس والخزرج، سياسه فرق تسد قلناها في الشرح، او سياسه، وعاوز اقول لكم حاجه، لو انت بتراجع عندك وقت بقى ما اتفرجت على حصه الاسئله، عاوز تتفرج على شرح، انا لمم لك المنهج كله في حصتين عندي على القناه على اليوتيوب اشرف جابر بتاع التاريخ، الحصتين دول شرح من قلب السنتر من القاعه نفسها، فاتفرج عليها يجيب معاك. ما هو النقد اللي تتوجه الى سياسه اليهود؟ اتفقنا اليهود وقعوا بين الاوس والخزرج، فانا بنقد مين؟ مش بنقد اليهود، انا بنقد الاوس والخزرج، يعني اقول لهم عيب عليكم، ده انتوا الاثنين عرب، انتوا الاثنين اخوات زي بعض، ازاي خليتوا اليهود يخشوا ما بينكم ويوقعوا ما بينكم؟
يبقى انا بعيب بلوم على اوس والخزرج. يبقى اتصف اليهود بعدم الوفاء بالعهود لانهم بالرغم من قيامهم بعقد معاهده مع الاوس والخزرج الا انهم نقضوا هذه المعاهده. طبعا المعاهده دي اللي كانت بين اليهود والعرب قبل الاسلام اللي كانت تنص على الدفاع المشترك والعيش في سلام، وقاموا بقتل الكثير منهم وقاموا ببذر بذور الفرقه بين الاوس والخزرج، فاشتعلت الفتن وزاد الشقاق وقامت بينهم الحروب مثل حرب يوم بعاث. انا هنا بقى ازود واقول ويعاب على الأوس والخزرج أنهم استجابوا لفتن اليهود وكان أولى لهم أن يتحدوا مع بعضهم. يندرج نشر المنافقين للشاعات والافتراءات في المدينة على السيدة عائشة رضي الله عنها تحت إطار الحرب. احنا قلنا من أيام ما كنا بنشرح أساليب قريش قلنا نشر الشاعات والأكاذيب حرب نفسية أو حرب دعائية، بطلع عليك إشاعات وأكاذيب تمام بأثر فيك، يبقى حرب نفسية أو دعائية. نفسية دعاية اي في نفسية، طب لو مفيش نفسية تلاقي في دعاية، الاثنين واحد. اللي بعده، وصلت فتوحات الدولة العباسية الى جنوب اوروبا. جنوب اوروبا، طب ما دي كده مثلا قارة افريقيا كده يا برنس الليالي كروكي، وده مثلا قارة اوروبا اهي. العباسيين فتحوا ايه؟ قبرص هنا قريبة مننا، صقلية هنا، صقلية دي ايه؟ تحت ايطاليا على طول. فلما فتح العباسيين صقلية كده يبقى فتحوا اجزاء من اوروبا. طب مين اللي فتح صقلية؟ الدولة اللي تبع العباسيين اللي كانت في المغرب اسمها دولة الاغالبة اللي هو ابراهيم ابن اغلب، تأسست نسبة ابراهيم الاغلب، لكن اللي فتح صقلية اسد ابن الفرات 213 هجري في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد، يبقى على يد دولة الاغالبة. الغزنوية دي كانت في الشرق، السمانية دي كانت في الشرق وما فتحتش صدت، بس الحمدانية دي كانت في الشمال، يبقى دولة الاغالبة. اللي بعده، حاول عمرو بن العاص فتح النوبة لكنه فشل، وقد تمكن عبد الله بن سعد بن أبي الصرح من فتحها وعقد مع أهلها صلحا عرف باتفاق البقط. في ضوء العبارة السابقة جاء اهتمام المسلمين بالنوبة بهدف، طبعا هم اهتمام النوبة أولا نشر الإسلام، ده أهم حاجة عندنا، هدف ديني. ثانيا تأمين حدود الدولة الإسلامية من الناحية الجنوبية، تأمين حدود الدولة يبقى ده هدف سياسي. فاحنا أهم حاجة عندنا إن احنا ننشر الإسلام ونأمن الدولة ديني وسياسي. يبقى احنا عاوزين نهتم بالنوبة بسبب أهمية منتجات النوبة للمسلمين، يا باشا احنا مش بنجروا على بطننا، ولا أهمية النوبة للقارة الإفريقية، ولا تأمين حدود الدولة الغربية، طبعا الغربية غلط، عارف لو الدولة الجنوبية كنت اخترتها، ولا تنفيذ السياسة التي أقرها الرسول اللي هي نشر الإسلام. يبقى أهمية النوبة للقارة الإفريقية، لا هي دي أهم حاجة، تنفيذ السياسة التي أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نشر الإسلام وتأمين الدولة الإسلامية واستئناف الفتوحات واستكمال الفتوحات الإسلامية. نستنتج من الخريطة المقابلة أن اتجاهات تحرك القوات الإسلامية تدل على أن 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 فين بقى دي خريطة بلاد ما وراء النهر، يعني الفتوحات الإسلامية في شرق المشرق الإسلامي. بص اتجمعنا في مرو، حاضر، وبعدين انتوا تروحوا الحتة الفلانية، وانتوا تروحوا سمرقند، وانت تروح بخارة، ومن بخارة تاخد نهر جايحون لنهر سيحون، وانت تروح خوارزم، وانت من سمرقند تطلع كده على تركستان، وانت تنزل على كشغر قاعدة تركستان الشرقية. ايه ده عم؟ ده عم لبص خطة يا باشا، احنا عارفين كل واحد راح فين، ما تلاقيش مثلا جيش مشي كده وجيش مشي كده وراحوا خابطين في بعض، ده عبط ده. يبقى الخريطة مبينة جدا، وجود تخطيط مسبق للفتوحات طبعا ده احنا مخططين، ولا الخريطة مبينة على الحرص على تشتيت جهود العدو، فين يا عم ده احنا رايحين نهجم عليهم، ولا اهتمام المسلمين بتأمين حدود الدولة. يا باشا حدود الدولة ايه؟ احنا رايحين نفتح بلاد ما وراء النهر. الخريطة مبينة شوية، الأسهم دول مبينين جدا ان احنا مخططين، ولا عدم دراسة المسلمين لجغرافية المكان. يا راجل انت حرام عليك، احنا دارسين اهي اول واحدة طبعا، في تخطيط مسبق، في تخطيط مسبق طبعا في الخريطة باين من خلال تشكيلة الأسهم، متجمعين في مرو، ومن مرو انطلقت هنا وانطلقت هنا وانطلقت هنا، متجمعين راس حربة يا باشا، زي ما يكون خطة، كني مدرب كورة كده وعامل جناح يمين وجناح يسار وقلب وراس حربة وارتكاز تخطيطة. المملكة التي كان انهيارها يمثل نقطة فاصلة في تغيير التركيب الديموغرافي. الديموغرافي علم دراسية السكان وتوزيعهم وتركيبهم، الديموغرافي عن توزيع السكان، مش محتاجين اكتر من كده في منهج. للعديد من المناطق في شبه الجزيرة العربية مملكة ايه؟ انه مملكة يا جدعان انهارت قبل الاسلام يا جدعان، معلش الودن طولت شوية، ودني اطول. انه مملكة يا جدعان انهارت قبل الاسلام فغيرت توزيع السكان،
طبعا مملكة سبأ، لأن لما انهارت مملكة سبأ تمام هاجر سكان هنا إلى الشام وعملوا مملكة إلى الحي إلى العراق وعملوا مملكة اسمها الحيرة، هاجرت قبائل المنازرة، وهاجرت قبائل الأزد إلى الشام وعملوا مملكة الغساسنة، وهاجرت قبيلتي الأوس والخزرج إلى يسر. بص 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 السكان أعاد توزيع السكان أو أعيد توزيع السكان بسبب انهيار مملكة سبأ. عشان كده سبأ باللقبها بلقب أم الحضارات، يعني لما انهارت تولد عنها مجموعة من الحضارات. اللي بعده، ماذا كان يحدث إذا أقبلت قريش على الإسلام منذ بداية الدعوة؟ يا سلام السلام لو قريش وافقت على الإسلام الغبية دي، كان المسلمين مش هيتهان ولا هيتأذوا، وما كناش عملنا دولة الإسلامية في يثرب، ما كنا عملنا دولتنا في مكة. يبقى لو قريش قبلت الدعوة أصبحت مكة مركز الدولة الإسلامية، ولم يتعرض المسلمون للإيذاء ولا التعذيب، ولم يهاجر الرسول ولم يتأذى، كان حاجات كتير قوي اتغيرت. لم يتعرض المسلمين للإيذاء، وكانت مكة ستصبح مركز الدعوة الإسلامية، يعني تصبح عاصمة للدولة الإسلامية. كنا عملنا الدولة في مكة، احنا ما عملناش الدولة في مكة، عملناها في المدينة. من الأدوار التي ساهم بها المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان ملتقى للمسلمين لتحقيق الوحدة والتآلف. طبعا ده دور اجتماعي، ملتقى للصحابة وما والمهاجرين ده دور اجتماعي. طب حاول تكتب ورايا كده، لما المسجد يبقى دار لإدارة شؤون البلاد يبقى ده دور سياسي، لما المسجد يبقى مدرسة لتعليم أمور الدين وتثقيف المسلمين يبقى ده دور ثقافي. المسجد لم يلعب دور اقتصادي، المسجد لعب دور ديني مكان للعبادة. دار لإدارة شؤون البلاد يبقى سياسي وعسكري، وكده مقر للسلطة التنفيذية. ملتقى للصحابة وما والمهاجرين ده دور اجتماعي. كان المسجد أيضا قلنا احنا مكان للعبادة ديني، مدرسة لتعليم أمور الدين ثقافي، دار لإدارة شؤون البلاد سياسي عسكري ومقر للسلطة التنفيذية، ملتقى للصحابة وما والمهاجرين اجتماعي. أتمنى تكتبوا ورايا. طبعا بقول بسرعة أنا براجع المنهج كله في ساعتين فلازم أسرع من كده. كانت أولى الفتوحات الإسلامية التي تخطط نهر دجلة كمانع طبيعي في عهد الخليفة. جميل السؤال ده، جميل ده. لو بصينا العراق كده هنلاقي نهر دجلة عامل كده ونهر الفرات عامل كده، وكأن دجلة والفرات دول أسمين العراق بالنص. حلو أوي. فاحنا اتفقنا أن في عهد أبو بكر الصديق نجح خالد بن الوليد في حصل على أكثر من نصف العراق في بضعة عشر، خد نص العراق، يبقى ما عداش دجلة. الكلام ده خالد في عهد ابو بكر. لما مات ابو بكر قلنا شكرا خالد، وارجع لحصه الشرح على اليوتيوب قناه اشرف جابر بتاع تاريخ، هتلاقي المملك المنهج شرحه كله في حصتين. لما مات ابو بكر والفرس عملوا هجمه مضاده خدوا نص العراق، راح عمر بن الخطاب بعد سعد بن ابي وقاص خد العراق كلها، خد العراق كلها يعني عدى نهر دجله. يبقى امتى عدينا نهر دجله؟ يعني لما خدنا اكتر من النص، لان النص كان واخده خالد ايام ابو بكر. يبقى عشان تعدي نهر دجله يبقى لازم تعدي النص. يبقى الكلام ده في عهد عمر بن الخطاب على قد سعد بن ابي وقاص لقاد الموجه الثانيه لبلاد الفرس في عهد عمر بن الخطاب. اللي بعده، اثبتت بيعه العقبه الثانيه ادراك المسلمين منذ وقت مبكر لفكره ايه؟ هو الرسول عمل ايه بيعه العقبه الثانيه؟ قال للمهاجرين، قال للاوس والخزرج انتخبوا، واخد بالك من الكلمه، انتخبوا انتوا بارادتكم، انتوا بارادتكم انتخبوا 12 نقيب يتكلموا بالنيابه عنكم، 9 من خزرج و3 من اوس، عشان خزرج كانوا كتير. النبي قال لهم انا اختار ال 12؟ لا، قال لهم انتوا اللي انتخبوهم. انتخاب؟ اه يا باشا، يبقى في ديمقراطيه، في شورى. يبقى نحن نؤمن منذ البدايه بمبدا الديمقراطيه، والانتخاب هي وسيله ديمقراطيه للتعبير عن الراي واختيار الحاكم. انتشرت حرفه الراعي في شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام لاسباب طبعا مناخيه، اللي هي جغرافيه، اللي هي طبيعي، اللي هي لان شبه الجزيره العربيه ذات طبيعه صحراوي، يبقى اسباب مناخي، والمناخ جزء من الجغرافيا، والجغرافيا دي حاجات طبيعيه، يبقى الاسباب المناخيه هي الجغرافيه الطبيعيه. فين 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 اهي؟ جغرافي يا برنس الله، يا رمان الميزان، يا هفد فنتر قلبي، فينك من زمان. اللي بعد، كان اول من دخل الاسلام من خارج مكه بعد الدعوه العلنيه من قبيله خلي بالك يا جماعه، عشان انت بس بتقول في المرحله السريه 60 امنوا بيه، كان منهم 3 من خارج قريش. كلمة من خارج قريش يعني ايه؟ يعني كانوا 3 من مكة بس مش من قبيلة قريش، من قبائل تانية، لكن الدعوة ما تخطتش مكة الا سنة 11 من البعثة، لما النبي طاف على الوفود والقبائل فامن بيه 6 من الخزرج، والستة من الخزرج رجعوا يثرب، وراحوا جايين في السنة اللي بعدها غيرهم 12 بقت العقبة الاولى، والسنة اللي بعدها 73 رجل وامرأتين في بقية العقبة التانية، ومرأتين في بقية العقبة التانية، بدأ أول دور سياسي للمرأة. يبقى كانوا من قبيلة الخزرج اللي هم 6. اللي بعده، سؤال بيقول
مقال اثبت صحة العبارة. رفض الخليفة عمر بن الخطاب الصلاة في كنيسة القيامة يعد تطبيقا عمليا لشروط الصلح الذي عقد مع بطريرك بيت المقدس سفرينوس. طبعا سيدنا عمر بن الخطاب في عهد الامان في الصلح اللي اداه لأهالي بيت المقدس اللي بنسميه صلح إلياء او عهد الامان قال لهم لن تسكن كنائسكم ولن ينتقص من حيزها شيئا ولكم الامان كل الامان على ارواحكم واموالكم ونسائكم ورهبانكم وصلبانكم. جميل قوي، يعني حريه عقيده وضمان من خليفه رسول الله عمر بن الخطاب. قال لهم لن تسكن كنائسكم. فسيدنا عمر ما رضيش يصلي في الكنيسه وقال لهم انا خايف يجوا من بعد المسلمين واخدوها منكم بحجه ان انا اللي صليت هنا، فلو انا صليت في الكنيسه والمسلمين خدوها منكم يبقى انا كده خالفت الوعد اللي انا لسه وعدتكم بيه، ما انا وعدتكم ان لن تسكن كنائسكم ومش هتتاخد منكم. يبقى رفض الصلاه في الكنيسه حتى لا ياخذها المسلمين ده يعتبر تطبيق عملي ووفاء بالوعد اللي هو اداه لهم، لان هو وعدهم اصلا بالا تسكن كنائسكم، حيث كان من نصوص عهد الامان اللي هو صلح إلياء مع بطريرك بيت المقدس سفرينيوس اعطاء اهل بيت المقدس امانا الا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم. ولما وهو قال لو صليت في الكنيسه المسلمين ممكن ياخدوها بعد كده، فانا مش هصلي في الكنيسه يبقى انا كده وفيت بالعهد اللي اديته لكم. اللي بعده يدل حرص الخلفاء العباسيين على استمرار نظام الصوائف والشواتي. لسه قايلها، نظام الصوائف والشواتي اللي عملوه الامويين وعلي بن ابي سفيان، لما يجوا العباسيين اللي هم جم بعد الامويين ويقول لك كمل على النظام ده يبقى النظام ده كان فعال. النظام ده وجع الروم، بدليل ان العباسيين خلوه يكمل زي ما هو، يبقى ده دليل على التاكيد على ان العباسيين كانوا امتداد للامويين. يا راجل انت، ده العباسيين فرموا الامويين بره المنهج في معركه اسمها الذئاب. ما الدوله العباسيه قامت لما تعاركوا مع الامويين وانهوهم، ولا سعيهم لزياده موارد الدوله ليه؟ هو نظام الصف والشواتي ده رحلتها الشتاء والصيف بيكتب اختيارات كده عشان يشوفك انت لما تحب تهبط، عشان احنا عندنا طلبه هبيده. لا طبعا. ولا نجاح هذا النظام؟ اه طبعا، يبقى هذا النظام ناجح ايام الامويين، فعشان كده العباسيين كملوا بيه استخدموه برضه. ولا حرص العباسيين على ذلك قوتهم الهجوميه؟ لا، حرص الرسول صلوات الله وسلامه عليه في صحيفة المدينة على إظهار قيمة المشاركة، المشاركة في صحيفة المدينة المواطنة، أي نص بيبين المشاركة. لما قال مثلا لليهود إن إحنا الاثنين هننفق مع بعض على حماية الدولة، صح؟ إن إحنا الاثنين هندافع عن بعض، صح؟ الحاجات المشتركة. الاستقلال المالي، يا راجل عاوز حاجة فيها شراكة تقول لي استقلال مالي؟ لا. النصح والبر بين المسلمين وأهل الكتاب، فين الاشتراك؟ ولا حماية أهل الذمة إحنا لا نحميهم؟ ولا الدفاع عن المدينة؟ الدفاع عن المدينة لما قال إن بينهم النصرة على من داهم يثرب، إن بينهم النصرة على من حارب أهل هذه الصحيفة، وهذا يؤكد الدفاع المشترك ويؤكد المواطنة ويتشابه في نفس الوقت مع المعاهدة اللي كانت بين العرب واليهود قبل الإسلام. اللي بعده، يعد اول قائد مسلم واجه الروم من القادة التاليين. بص بقى عشان السؤال ده، هم قالكش في عصر الخلفاء الراشدين، ده سؤال بابليك. اول قائد واجه الروم، انا هختار زيد بن حارثة. لو ما لقيتش زيد بن حارثة في الاختيارات هختار جعفر بن ابي طالب، ما لقيتش جعفر بن ابي طالب اختار عبد الله بن رواحة، ما لقيتش عبد الله بن رواحة اختار خالد بن وليد، ما لقيتش خالد بن وليد اختار اسامة بن زيد. ممكن ترتبهم ورايا. هو قال لك اول قائد واجه الروم، هتروح عبس في الاختيارات، لقيت زيد بن حارثة هتختاره، ما لقيتوش هتلاقي تاخد جعفر، ما لقيتش جعفر تاخد عبد الله بالترتيب ده، ما لقيتش عبد الله بن رواحة تاخد خالد بن وليد، ما لقيتش خالد بن وليد تختار اسامة بن زيد. ما دام قال لك اول قائد واجه الروم، امتى بقى تنط تسيب كل دول وتروح لاسامة؟ لو قال لك اول قائد واجه الروم في عهد الخلفاء الراشدين تروح لأسامة. أول قائد واجه الروم وسكت، يبقى مين؟ هنختار زيد بن حارث، مش موجود. طب جعفر بن أبي طالب، مش موجود. طب عبد الله بن رواحة، مش موجود. طب خالد بن وليد، موجود، نختاره ده. اللي بعده، يرجع فشل الأمويين في فتح عاصمة الدولة البيزنطية لأسباب. يا جميلة أوي دي، أنا بحبها أوي. قلنا فشل معاوية بسبب البرد القارس في الشتاء وشدة الأمطار وانتشار الأمراض وأسوار داخلية خارجية وسلاسل حديدية ونيران إغريقية وأبراج للمراقبة تبطن عنصر المفاجأة. معاوية فشل بسبب البرد والسعة والمطرة، يبقى دي أسباب طبيعية. اتنين بقى، حصون واسوار وسلاسل حديديه ونيران اغريقيه وابراج مراقبه، يبقى دي حاجات عسكريه، مستعدين كويس جدا عسكريه، يبقى عسكريه وطبيعيه. اللي بعده،
مواجهة التباين يعني الاختلاف، نهاية غزوة مؤتة ونهاية معركة تربوتية. طيب غزوة مؤتة ما تعتبرش هزيمة لأن نجح خالد في الانسحاب بجيشه دون خسائر، أما معركة تربوتية هزيمة ساحقة واستشهاد معظم الجيش الإسلامي وقائده عبد الرحمن الغفيقي. ده وجه التباين، وجه الاختلاف. أما التشابه إن الاثنين استشهد عدد كبير من الصحابة. كان انسحاب خالد بن الوليد في نهاية معركة مؤتة بناء على خطة موضوعة حافظت على الجيش المسلمين، أما انسحاب المسلمين في معركة تربوتية كان غير منظم نتيجة استشهاد القائد عبد الرحمن الغفيقي وكثير من القادة مما أدى إلى تمكين جيش العدو منهم. اللي بعده، إخفاء الرسول صلى الله عليه وسلم خبر خروجه لفتح مكة كان من أجل أن يحقق عنصر المفاجأة، يأتي مكة فجأة. مش عاوزهم يستعدوا، عارف مش عاوزهم يستعدوا ليه؟ يعني بيغفلهم عشان مصلحتهم، هما لو استعدوا هيفرمهم. فهو نفسه يدخل مكة صلحا يعني دون قتال، تفادي استعداد قريش للمواجهة تمشي، تحطيم الأصنام حول الكعبة هفاجئهم عشان حطم الأصنام، يعني ما لو رحت ما الأصنام موجود، ولا إجبار قريش على الدخول في الإسلام، الإسلام لا يجبر عليه، احنا ما بنجبرش حد، ولا إظهار تفوق على القبائل، هي لتفادي استعداد قريش، وهو عايز تفاديهم لمصلحتهم. على فكرة هما لو استعدوا هياخدوا على دماغهم برضو، عايزهم ما يستعدوش فيستسلموا. ترجع محاولة يهود بني النضير لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رغبتهم فيه، هما عاوزين يقتلوه ليه؟ واحد، استرداد مكانتهم السابقة في المدينة، صح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جه صالح الأوس والخزرج في يوم وبعث، فرجعت ليهم مكانة اقتصادية واجتماعية وأسلموا، والرسول بقى قائد الدولة الإسلامية، واليهود اللي كانوا أسياد يثرب بقوا تحت خالص، فعاوزين يستردوا مكانتهم السابقة في المدينة تمشي. ولا الانتقام لقتل بني قريظة، ما حصلش، لان اليهود بني النضير حاولوا يقتلوا الرسول قبل اصلا ما بني قريظة يقتلوا، لان هم اضطردوا بني النضير، يعني حاولوا محاولتين واضطردوا سنة 4 هجريا، والنبي راح قتل بني قريظة 5 هجريا، يعني بعد محاولتهم اصلا. ولعدم التزام المسلمين بما جاء في الصحيفة، احنا ما بنلتزمش، لا يا ابني احنا الا العهد. ولا اختبار صدق الرسول، يعني مش فاهم، انا هقتلك هشوفك نبي بجد ولا لا، لو ما متش يبقى انت نبي، ايه يا عم العبط ده، اي اختيار خلاص. او طبعا استرداد مكانتهم، طبعا مكانتهم الاقتصاديه والاجتماعيه. ظهر الدور السياسي للمراه قبل الاسلام في شبه الجزيره العربيه، طبعا احنا الدور السياسي بلقيس ملكه سابا وزنوبيا ملكه تدمر، سابا هنا اختي في اليمن، وزنوبيا ملكه تدمر هنا اختي في الشام، يبقى ظهر دور المراه السياسي في الحضر، صح، الشمال والجنوب، صح، الشام واليمن، صح، تدمر وسبأ، صح، انا قلت كل الاختيارات، الشمال والجنوب، صح، الشمال اللي هي تدمر اللي هي في الشام، الجنوب اللي هي سبأ اللي في اليمن، فظهر دور المراه السياسي في الحضر، صح، في الشمال والجنوب، صح، في اليمن والشام، صح، في تدمر وسبأ، صح. اكتبهم ورايا وراجع الفيديو مره واثنين وثلاثه، ارجع بالدقيقه دي واكتبهم تاني لو تهت منك. اللي بعد، اختلفت مملكه سبأ عن دوله الروم فيه، هي بتتبعها، وهما الاثنين بيكرهوا الفرس، وهما الاثنين مسيحيين، بس الغساسنة عرب والروم مش عرب، يبقى مختلفين في الاصل العرقي، الاصل العرقي، لكن الاثنين مسيحيين والاثنين بيكرهوا الفرس والاثنين سياستهم خارجية واحدة والاثنين بيكرهوا الفرس. يدل اختيار حسان بن النعمان لأقباط مصر المشاركة في انشاء ميناء تونس، حسان بن النعمان ده دولة أموية، لما عبد الملك بن مروان ارسل حسان بن النعمان فتح قرطاجنة طرد الروم، اسس ميناء تونس ليكون قاعدة بحرية لصد الخطر البيزنطي، واستعان في ذلك على أقباط من مصر، وده بيدل على تطبيق مبدأ المواطنة. طب نجيب الأقباط ليه؟ بيفهموا في السفن عننا، احنا مسلمين كنا شطار في البر مناش في البحر أوي، أما الأقباط نتيجة معاشرتهم للروم تعلموا صناعة السفن، هو استعان بأقباط، ده دليل على مساهمة أقباط مصر في فتح إفريقية، لا حضرتك ده هو استعان بالأقباط بعد ما فتح إفريقية. ولا تقدير المسلمين لأهل الخبرة، آه تمشي، احنا بنقدر الناس اللي عندهم خبرة وعلم حتى لو مش مسلم. ولا انتشار اقباط مصر في الدول الاسلاميه، ده هو راح جابهم اصلا من مصر. ولا المهاره التجاريه للاقباط، مال التجاره، عارف لو قالك المهاره الصناعيه، لان هو عاوزهم يصنعوا له سفن مش تجاره، يبقى تقدير المسلمين لاهل الخبره، وده يحقق مبدا المواطنه والمشاركه. اخفق الامويين، فشل الامويين في فتح الجزء الشمالي الغربي لبلاد الاندلس، طبعا بسبب البروده وعوره السطح، يبقى لاسباب مناخيه جغرافيه طبيعي. بصوا يا جماعه، الظروف المناخيه اللي هي الجغرافيه اللي هي الطبيعيه عكست الامويين ثلاث مرات، مره في القسطنطينيه، مره في شمال غرب الاندلس، ومره في جنوب فرنسا. لو قال لك سؤال مقالي اثبت وقفت الظروف المناخيه او الجغرافيه او الطبيعيه
حائلا او عائقا امام الفتوحات الامويه عده مرات. تقول له صح، فشل الامويين في فتح القسطنطينيه بسبب ظروف مناخيه، وفشل الامويين فرض سيطرتهم على شمال غرب الاندلس لنفس الظروف المناخيه، وفشلوا في جنوب فرنسا ايضا لاسباب مناخيه وجغرافيه. حققت اغلب النتائج التي ترتبت على المؤاخاه بين المهاجرين والانصار اهداف، طبعا طبعا اهداف اجتماعيه. ليه؟ لان وحدت الجبهه الداخليه، بقى عندي مجتمع متعايش متحاب، كمان قضت على النزعات القبليه، والنزعه القبليه اللي هي العصبيه القبليه اللي هي النعره القبليه. حتى احنا نقول لبنت كده معقول ليه انت متنعره على ايه؟ تقول لك انا بابايا فلان، ولا ما بلاش النعره الكذابه، النعره القبليه هي النزعه القبليه هي العصبيه القبليه. فلما اخ النبي قضى على العصبيه القبليه، ودي عاده اجتماعيه سلبيه، يبقى ده نتيجه اجتماعيه. وحد الجبهه الداخليه للمجتمع، انشا مجتمع متعايش متحاب، يبقى كلها اغلبها نتائج اجتماعيه. يدل استدعاء خالد بن الوليد لاستكمال فتوحات الشام على احنا اتفقنا ان ابو بكر الصديق جاب خالد من العراق وادى الشام، واتفقنا ان ده دليل على ثقه ابو بكر في قدرات خالد العسكري، خالد بن الوليد العسكريه، وده دليل على قدره ابو بكر على وضع الخطط البديله ومرونه التفكير. بس برضو كان ليه نتيجه سلبيه، ان لما استدعى خالد قام الفرس بهجمه مضاده وخدوا نص العراق تاني. نرجع خلينا بس في الحته الايجابيه. يدل استدعاء خالد على تمسك الخليفه بقياده خالد للجيوش، ولاهميه وضع الخطط البديله. انا مش هعطل، ولا انتهى خالد من فتوحات العراق، لا ما كانش لسه خلص، ولا انتصر الروم على جيوش المسلمين، لا هم ما انتصروش على عمرو بن العاص وابي عبيده بن الجراح، ده هم بس ابو عبيده بن الجراح وعمرو بن العاص كانوا متاخرين في النصر. يبقى هي اهميه وضع الخطط البديله ومرونه التفكير وثقه ابي بكر في قدرات خالد بن الوليد العسكريه. بكتب ورايا بقول بسرعه. أي من العبادات الآتية تشير إليها الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال تعالى إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. بيسجدوا للشمس. طب اجيب عيل في اولى اعدادي يقول لك الشمس نجم متوسط الحجم يشع ضوء حراره، انت نجم، الشمس نجم، واللي بيعبد النجوم دول الصابئه. يبقى ده دليل على العباده الصابئه. الصابئه هم اللي بيعبدوا النجوم، الوثنيه هم اللي يعبدوا الاصنام، المجوسيه هم اللي بيعبدوا النار، ودي عباده ثنائيه لها الهين شر وخير. اما الحنفيه هم الموحدون بالله، لما جعلنا من الموحدون بالله على دين الحنفيه على دين ابراهيم. يدل إحصاء الرسول صلى الله عليه وسلم للرجال القادرين على الحرب في السنة الأولى للهجرة على بيعد الناس اللي بتعرف تتعارك، ده دليل عليه إن هو يلا بينا هيعمل جيش، بيجهز قوة. دليل على رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قتال، رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قتال المشركين، ولا استعداد الرسول صلى الله عليه وسلم للأخطار القادمة، ولا كسرة عدد المسلمين المقاتلين، ولا عقد قريش تحالفات ضد المسلمين. طبعاً إحنا بنستعد، بنعمل خطوة استباقية. يعني إيه؟ يعني إحنا مش هنست، أولاً الرسول ما عدش وراح يتعارك، ده أول غزوة حصلت اسمها غزوة بدر، هم اللي جونا عندنا عند بئر بدر ده في المدينة. يبقى النبي بيعد الجنود اللي بيعرفوا يقاتلوا عشان يعمل جيش يستعد للي جاي، هو عارف إن قريش مش هتسكت، يبقى إحنا بنستعد. حققت الصحيفة التي أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته المدينة مبدأ المواطنة، قلنا لسه قايلها، المواطنة يعني الدفاع المشترك، هتختار حاجة فيها دفاع مشترك. اللي هو ايه مثلا؟ اللي هي بتاعت ان بينهم النصر على من دهم يسرب، او ان بينهم النصر على من حارب. قال هذه الصحيفه الدفاع المشترك، اهي دي المواطنه. اصبح للدوله الاسلاميه في المدينه سياسه خارجيه بمعناها المعروف. يعني ايه سياسه خارجيه؟ بدانا بقى عندنا سفراء ورسل. ده بعد صلح الحديبيه لما النبي بعت الرسل لملوك العالم يدعوهم للاسلام، سياسه خارجيه. يبقى هنا بعد صلح الحديبيه، عشان كده بنقول ان صلح الحديبيه حقق المسلمين مكسب ديني ونشر الاسلام خارج شبه الجزيره العربيه، ومكسب سياسي. ايه مكسب سياسي؟ اعترفت قريش بوجود الدوله الاسلاميه، واصبح المسلمون اندادا لقريش، يعني راس براس مع قريش. اللي بعده يدل الدعاء الاسود العنسي للنبوه وكذلك طلاح الاسديه على، انا قلت اول ما يجي يسالك عن المتنبئين هم بيدعوا النبوه او المرتدين، قلت اهم سبب، لو لقيت الاسباب كتير تنفع التنافس على الزعام، ده اهم سبب. عم طليحه الاسدي عاوز يعمل فيها ايه؟ زعيم شبه النبي صلى الله عليه وسلم، عاوز يعمل فيها زعيم عم الاسود العنسي، مسيلمه الكذاب برضه، فيبقى التنافس على الزعامه ده اهم سبب من اسباب الرده، وهو سبب، وده اسباب اجتماعيه، التنافس على الزعامه اجتماعيه مش سياسيه. سيطر المسلمون على بلاد فارس بأكملها بعد استقرار الفتح الإسلامي في فارس، ناحيتي ناحيتي، بعد استقرار الفتح الإسلامي في الشرق بقى،
القادسية دي في الأول خالص، دي في العراق، احنا عاوزين نسيطر على فارس بأكملها. فارس بأكملها كان خراسان لما عثمان بن عفان فتح خراسان 31 هجريا وقتل يزدجرد الثالث آخر أكاسرة الفرس، سيطرنا كده على الدولة الفارسية بأكملها تماما بتاتا. يعد أهم ما اكتسبه المسلمون من غزوة مؤتة. عرفنا أساليب قتال الروم، فتعتبر غزوة مؤتة مقدمة لفتح بلاد الشام في عصر الخلفاء الراشدين. ده أهم حاجة، التعرف على أساليب قتال الروم اللي هي الخبرات العسكرية الجديدة. اكتسبنا أساليب جديدة ساعدتنا فيما بعد في فتح الشام. تراجع الكثير من أتباع عبد الله بن أبي بن سلول واعتذروا للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد. طبعا لما النبي اتبع اسلوب اللي هو حذر منهم وفضح امرهم وتجنبهم كده فتابوا، يبقى بعد وفاه زعيمهم عبد الله، لا من قبليه بصراحه، هم كلهم اصلا رجعوا الاسلام ما عدا هو فضل لوحده كده لغايه ما مات. بعد صلح الحديبيه لا، بعد فتح الرسول صلى الله عليه وسلم لا، بعد كشف الله سبحانه وتعالى لكيدهم لما النبي فضحهم بعد ما نزلت الايات تكشف سرهم، كنا بنقولها ازاي في الشرح، لم يقتلهم حتى لا يقل ان الرسول يقتل اصحاب، حذر منهم فضح امره بعد نزول الايات تكشف سرها، فتابوا وانابوا ورجعوا واعتذروا وانتهت الظاهره 10 هجريا بوفاه عبد الله بن ابي بن سلول. خش على قناه اشرف جابر بتاع تاريخ هتلاقي فيها الحاجات دي. ظهرت العصبيه القبليه في مكه بشكل ايجابي، لسه قايلها، العصبيه القبليه ظهرت بشكل ايجابي، احنا استفاد منها المسلمين مرتين. مره لما بني هاشم حمت الرسول في شعب ابي طالب، وبني هاشم دي مش مسلمه اغلبها كافر، ومع ذلك حموا الرسول حميه وعصبيه. ولما زهير ابن اميه راح ناحيه الكعبه عشان يقطع الصحيفه رغم ان هو كافر، بس راح يقطع الصحيفه حميه وعصبيه على عيلته، يبقى ظهرت في نقد البعض صحيفه المقاطعه وفي حمايه الرسول في بني هاشم. يبقى عرضت قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم مال وسلطه؟ لا. تفاوض قريش مع ابي طالب؟ لا. نقد البعض صحيفه مقاطعه بني هاشم، نقد البعض صحيفه مقاطعه بني هاشم اللي هو زهير ابن اميه. اجتمع الأنصار بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسقيفة بني ساعدة لاختيار من يتولى أمر المسلمين. نستدل في ضوء مدمون العبارة السابقة أن التفاف الأنصار حول سعد بن عبادة جاء لأسباب اجتماعية، وده دليل على العصبية القبلية لأنه كان واحد منهم، كان أحد زعماء الخزرج. نجح العباسيون خلال العصر العباسي الثاني في الحفاظ على حدودهم دولة حدود الدولة الإسلامية الشمالية من خلال بعض الدول. قال لك شمالية، انت لو رجعت للفيديو بس كده تلت ساعة هتلاقيني قلت لك كل الدول، قلت لك طولونية إخشدية حمدانية من الشمال، أغالبة من الغرب، طاهرية صفارية سمانية غزناوية غورية من الشرق. فبيقول لك من الشمال، يبقى يختار يا طولونية يا إخشدية حمدانية. أدارسة لا، غزنوية لا، طولونية سمانية لا، إخشدية لو في حمدانية كمان كانت تبقى يلا. ما العلاقة بين علم الفلك والنشاط التجاري؟ والله العظيم هي لها برضو أسئلة، أفكارها بتتعاد إيه؟ إن استفادت التجارة من علم الفلك عن طريق الاهتداء بالنجوم، فاستطاعوا تحديد الاتجاهات ومن ثم تحديد الطرق التجارية والسير في البر والبحر عن طريق الاهتداء بالنجوم. أهي إيه اللي بعده؟ حدد وجه الاختلاف بين موقف الطائف والحبشه من الدعوه الاسلاميه. يا سلام، الطائف اذوا النبي والقوه بالحجاره ورفضوا الدعوه الاسلاميه، اما الحبشه النجاشي رفض تسليم المسلمين وبقوا عنده في امان. النجاشي ده راجل عادل، يبقى الطائف رفض اهلها الدعوه الاسلاميه وقاموا بإزاء الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب اليهم في العام العاشر من البعثه، حتى ادميت قدماه، رموه بالحجاره لغايه ما رجلين الاثنين اتعورت وسالت منهما الدماء صلى الله عليه وسلم، فدعا ربه ثم عاد الى مكه. اما الحبشه قام ملكها برفض تسليم المسلمين الى قريش كما لم يقم بايذاء المسلمين ابدا. تباين يعني اختلف موقف المنافقين تجاه الدوله الاسلاميه بعد غزوتي بدر واحد. بعد غزوه بدر تظاهروا بالدخول في الاسلام وابطنوا الكفر، اما بعد هزيمتنا في غزوه احد ظهر غلهم وحقدهم على الاسلام عن طريق الايقاع بين المهاجرين والانصار. يبقى بعد انتصار المسلمين في على قريش في غزوه بدر شعر عبد الله بن ابي بن سلول هو مجموعه من انصاره بضعف مكانتهم، فدخلوا الاسلام ظاهريا وابطنوا الكفر. ده ايه بعد بدر. اما بعد هزيمتنا في احد بدا المنافقين يطالبون بالعوده الى دينهم والاتصال بقريش لطلب العفو، يعني الغل اللي جواهم بان. يبقى في بدر خبوا الكفر وبينوا الاسلام، في احد الكفر ظهر او الغل بان. اثبت صحة العبارة، تشابهت الدولتان الأموية العباسية في مواجهة أعدائهم على الحدود الشمالية للدولة الإسلامية، الحدود الشمالية، لأن الدولة الأموية اتبعت أسلوب
او اسلوب استطلاع الحربي اللي هو الصواف والشواتي، فلما العباسيين لقوا هذا الاسلوب فعال استخدموه كمان، والاثنين بنوا قلاع وحصون في الشمال. ده كده وجه شبه. اما لو عاوز وجه اختلاف، هنلاقي ان العباسيين سمحوا باقامه دول مستقله في الشام تحميهم من الشمال زي الترونيه والاخشيديه والحمدانيه، اما الامويين ما عملوش دول مستقله. الحاجه الثانيه، العباسيين في العصر العباسي الاول خرجوا بنفسهم واتبعوا سياسه تبادل الاسرى، اما الامويين ما عملوش كده. ده لو وجه اختلاف. السؤال عاوز وجه شبه، حيث قامت الدولتان بتحصين مناطق الحدود مع البيزنطيين والذي عرف باسم اقليم الثغور والعواصم، بالاضافه الى اتخاذ كلا الدولتان نظام الصواف والشواتي هو نظام الاستطلاع الحربي. جهز الرسول صلى الله عليه وسلم جيش أسامة بن زيد من أجل تأمين حدود الدولة الإسلامية. من جهة أسامة بن زيد راح يتعارك مع الروم في الشام ومن جهة الشمال. اللي بعده، ترجع عدم قدرة المهاجرين على ممارسة التجارة في المدينة إلى، طبعا المدينة أصلا اقتصادها ما كانش قائم على التجارة، كان قائم على الزراعة وشوية صناعة، فالمهاجرين هيمارسوا التجارة إزاي في المدينة أما مفيش سوق أصلا؟ يبقى عدم ملائمة الظروف لهم. هي دي، عدم وجود أسواق تجارية، ما فيش سوق، والمنافسة مع التجارة ما فيش منافسة، المنافسة مع تجار الأنصار ما فيش، عدم وجود أسواق تجارية والعدم ملائمة الظروف لهم. عدم ملائمة الظروف لهم ليه؟ لأن يثرب تقع على الطريق، ففي أسواق تجارية برضو. النبي عمل سوق جوه المدينة بس في أسواق، بس الظروف مش ملائمة ليهم. ده ناس جايين من مكة لعندهم بيت ولا عندهم. اللي بعده، ساعد على انتشار حركة الردة في شبه الجزيرة العربية. قلنا أهم سبب التنافس على الزعامة، يبقى ساعد في ذلك ايه السبب اللي ساعد في انتشار الردة؟ العصبية القبلية اللي هي التنافس على الزعامة، اللي هي أسباب اجتماعية. اللي بعده، هاجرت القبائل العربية بعد انهيار سد مأرب واستقرت في عدة أماكن وحققت بها أهداف. هاجرت القبائل العربية، طيب لما هاجرت القبائل العربية بعد انهيار سد مأرب أسسوا ممالك زي الحيرة والغساسنة، مملكة، يبقى حققوا هدف سياسي، واستقروا في الحيرة ونهر دجلة والفرات وزرعوا، وهنا على مياه الأمطار وزرعوا، يبقى حققوا أهداف اقتصادية. يبقى السياسية صح واقتصاد صح، فين؟ مفيش سياسية، يبقى اقتصادية، اللي هم ايه؟ زرعوا. اللي بعده، أمامك صورة لمسجد عمر بن الخطاب أحد معالم المسجد الأقصى، يدل بناء المسجد في هذا المكان علم. فاكرين انتوا اصلا قصة المسجد ده ايه؟ لما عمر بن الخطاب رفض الصلاة في كنيسة القيامة وراح صلى الناحية التانية، والمكان ده اللي بنينا فيه المسجد. يبقى كل ما نبص المسجد نفتكر موقف عمر بن الخطاب لما رفض الصلاة في كنيسة القيامة، يوفي بوعده وما وفي تسامح ديني وحتى لا يأخذها المسلمون، يبقى يدل على مكانة عمر الدينية، انتشار العمارة الإسلامية، انتصارات المسلمين، سماحة المسلمين. كل ما نبص على المسجد ده نفتكر الموقف بتاع كنيسة القيامة اللي ظهر فيه السماحة وحرية الاعتقاد والوفاء بالعهد. ثلاثة صح، والأصح الوفاء بالعهد. يتضح من تحليل مضمون النص المقابل أنه يدل على كان من شروط صلح الحديبية 6 هجريين أن من أراد أن يدخل في عقد محمدا صلى الله عليه وسلم دخله وعهده، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخله. يبقى هنا بنلاحظ في الكلام، اللي عايز يخش عند محمد يخش، صلى الله عليه وسلم عايز يخش قريش يخش. يبقى ملاحظ هنا إيه؟ إن الصلح هذا النص مبين إن الرسول وقريش راس براس، يبقى بيبين إن المسلمون أصبحوا أندادا لقريش، راس براس يا برنس. نص اتفاق البقت الذي عقده عبد الله بن سعد بن ابي الصرح مع اهل النوبه على ضمان الامان والسلام لاهل النوبه واطمئنان المسلمين على حدودهم الجنوبيه. النص السابق يدل على ان حدودهم الجنوبيه كده حصل تامين لحدود الدوله الاسلاميه. ده بيدل على النوبه اصبحت جزءا من الدوله الاسلاميه، خلاص بقى ليهم حق يجوا عندنا واحنا نروح عندهم. ولا التجاره اتسعت مع قلب القاره الافريقيه، لا النوبه مش في قلب القاره الافريقيه. لا، ولا المسلمين وضعوا قواتين في النوبة، مفيش قوات يا باشا بيقول لك هنتاجروا مع بعض، ولا بلاد النوبة احتفظت باستقلالها، لا بقت النوبة جزءا من الدولة الإسلامية تبع حدودنا وبتحمينا من الجنوب. منح العباسيون الاستقلال الذاتي لبعض الدول، ليه يا باشا؟ عشان تصد هجمات أعدائهم، تصد الهجمات وتحافظ على حدود دولتهم، يعني الأسباب سياسية عسكرية، مفيش عسكرية يبقى سياسية، تصد هجمات أعدائنا وتحافظ على حدود دولتنا، دولة، وإنها حاجة لها علاقة بكلمة دولة. اجتمع قادة الحرب برئاسة زيد بن حارثة، يبقى دي غزوة مؤتة لأن كان قائدها زيد بن حارثة، لمناقشة الوضع العسكري قبل غزوة مؤتة. ليه؟ طبعا احنا ليه قعدنا؟ لما لقينا عدد الروم كتير جدا فقعدنا عشان كان عندنا رأيين، رأي بنقول نهجم ورأي بنقول ما نهجمش، فقعدنا نتشاور. يبقى قعدنا في غزوة مؤتة بسبب عدم استعداد المسلمين للقتال. يعني ايه عدم استعداد المسلمين للقتال؟ ما احنا اصلا رايحين ومش مستعدين ازاي؟ ولا قلة عدد جيش المسلمين؟ هي دي.
العدد قليل وهم كان عددهم كتير جدا، فقعدنا نقول هنستنى الامدادات وما نهجمش ولا نهجم. اللي بعده، يؤكد استقرار الحكم الاسلامي في بلاد المغرب واستقرار القبائل العربيه بجوار القبائل البربريه. يعني البربر دخلوا الاسلام زيهم زينا وانتشرت اللغه العربيه عندهم. ده دليل على عدالة الحكم الإسلامي، فرض المسلمين للنظام، كراهية البربر للروم، تأكيد مبدأ حرية العقيدة، استقرار القبائل العربية بجوار القبائل البربرية في المغرب. ده بيقول على عدالة الحكم. هم لو ما لقوش عدل ما كانوش قعدوا. ما قالكش بقى إيه ده دليل على فرض ما فرضناش كراهية البربر الروم. يا باشا ما الروم اتطردوا خلاص، لكن البربر لما استقروا جنب المسلمين عادي قاعدين جنبه، سواء البربر اسلموا او ما اسلموش هم قاعدين، يبقى قاعدين ما بيتظلموش، لان هم لو اتظلموا كان يحصل حرب بيننا وبينهم، او على هيسيبونا ويجروا بعيد عننا ما دام احنا ظلمه. عدنهم جنب مننا ده دليل ان هم ان احنا كنا بنحكم بالعدل، سواء انت كبربري اسلمت او ما اسلمتش. استبشر ابو بكر الصديق بقياده خالد بن الوليد لجيوش المسلمين في حرب في حروب الرده بسبب. يعني ايه؟ هو بيقول لك ايه اللي خلى ابو بكر يقول هعين خالد قائدا على المسلمين في حروب الرد؟ انا مستبشر ان خالد ده هيكسب. شاف ايه من خالد خلاه يستبشر بيه ويعينه قائد على جيوش المسلمين اللي هتحارب الرد ده؟ شافه في غزوه مؤته. يبقى عبقريه خالد بن الوليد اللي ظهرت في غزوه مؤته هي السبب اللي خلت ابي بكر الصديق يستبشر بيه ويعينه قائدا للجيوش الاسلاميه اللي هتحارب المرتدين. توقفت الجيوش الاسلاميه في عصر الدوله الامويه عند الحدود الشرقيه من الدولة الأموية. اتسعت الدولة الأموية، فضلت ماشية كده في الشرق لغاية ما وصلت إلى غرب الصين، ومشيت كده باشا في الغرب لغاية ما وصلت لفرنسا، ومشيت كده في الشمال لغاية ما وصلت لشرق الدولة البيزنطية. الدولة البيزنطية كده خبطنا عليها من الشرق من هنا، يبقى احنا وصلنا إلى الحدود الشرقية للدولة البيزنطية. عارف لو قال لك وصلنا للحدود الغربية كنت اخترت الصين. اللي بعده، اتفق موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش اثناء المرحله المكيه للدعوه مع موقف المنافقين في المدينه في ايه؟ اثناء المرحله المكيه النبي وقعد في مكه، عمل ايه قريش؟ لم يقاتل قريش واتبع اسلوب الحكمه والموعظه عشان ما يحصلش حرب اهليه، شبه بالظبط اللي عمله مع المنافقين، لم يقاتلهم عشان يحافظ على صوره الاسلام لان الناس مفكراهم مسلمين. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ رفض استخدام القوه مع الاثنين، لا تعارك مع قريش في المرحله المكيه ولا تعارك مع المنافقين وهم قاعدين معاه في المدينه. يرجع السبب في غزوه بني قينقاع الى قيام اليهود بالاعتداء على امراه مسلمه او نقد الصحيفه. يبقى عدم احترام بنود الصحيفه اللي هو بند امان المسلم. اللي بعده، القائد المسلم الذي فتح شمال افريقيا ولم تستقر الاسلام في الفتوح لم تستقر فتوحاته، عقبه، لان عقبه فتح شمال افريقيا كلها، وصل لغايه المحيط الاطلسي وشد نحر فرسه وقال والله يا بحر الظلمات لو اعلم ان وراءك اناسا لا يعبدون الله لخطك في سبيل الله. واثناء عودته البربر عاملين له كمين تهود 64، قتل عقبه ومعظم جيشه وكل الفتوحات دي اتاخدت من هنا تاني. يبقى عقبه هو اللي ما استقرش الاسلام على ايده، فتح عيني واتاخده منه تاني، ولا حسان استقر، هو ده الرجل اللي استقر الاسلام اي على يده. توقفت حركة الفتوحات الإسلامية بسبب فتنة مقتل عثمان بن عفان وانشغال الدولة بنزاعتها الداخلية حتى قامت الدولة الأموية وعادت الفتوحات من جديد. في دول عبارة السابقة، يرجع السبب الرئيسي لاستئناف حركة الفتوحات. يا عم مبين، هو إيه السبب في توقف حركة الفتوحات؟ انشغال الدولة بنزاعتها الداخلية، دولة الراشدين، يعني ما كانش فيها استقرار. طب ايه السبب اللي خلى الامويين يستأنفوا الفتوحات؟ ان كان عندهم استقرار. يبقى السبب في استئناف الفتوحات في عصر الامويين هو رغبتهم في تأمين حدود الدولة الإسلامية ولا نشر الإسلام في مناطق جديدة ولا الحرص على إيجاد موارد اقتصادية ولا الاستقرار الداخلي. يبقى ده استدلال على إن الدولة الأموية مستقرة. هو ما قالكش إيه السبب اللي خلاهم يستعيدوا الفتوحات، هو قالك استعادتهم للفتوحات ده يعتبر دليل على استقرار دولته، لأن هو في القطعة بيقول لك توقف الفتوحات في عصر الراشدين بسبب عدم استقرار الدولة وانتشار الفتن. طب ثم عادت أيام الأمويين، يبقى ده دليل على إيه؟ دليل على إن الأمويين اعادوا استقرار الدولة وبالتالي استأنفوا الفتحات. اتسعت دائرة ايذاء وتعذيب قريش للمسلمين عندما، ده سؤال مباشر، عندما دخل عدد كبير من الاشراف في الاسلام. يبقى عندما انتقلت الدعوة الاسلامية خارج مكة، لا، كسر عدد المسلمين داخل مكة، وهي دي لما دخل عدد كبير في الاشراف من الاشراف في الاسلام. ترجع اسباب تبعية الحيرة للدولة الساسانية. هي الحيرة ليه تابعة للدولة الساسانية؟ حظها الوحش ان الحيرة لازقة في الفرس، والفرس دولة متوسعة،
توسعية امبريالية بتحب تتعارك، فاللي يبقى ساكن جنبها يا ويلو هتسيطر عليه. يبقى الحيرة بقت خاضعة للفرس عشان حظها الوحش لازق في الفرس، والغساسنة كانت خاضعة للروم عشان حظها الوحش لازق في الروم. يبقى بسبب موقعها الجغرافي حظها وحش لازق في الفرس، في الفرس توسعها على حسابها. تركزت اغلب مهام شيخ القبيله في المجالين، لسه حلنا في المقالي، تنفيذيه اللي هي قياده الجيوش، اعلان الحروب، عقد معاهدات، وقضائيه الفصل في النزاعات. يبقى اغلب مهام شيخ القبيله كانت سلطه تنفيذيه وسلطه ايه؟ قضائيه. طب هو جاب لي الاختيارات سلطات؟ لا، جاب لي اختيارات ادوار. طب شيخ القبيله قياده الجيوش، اعلان الحروب، شكرا، يبقى دي حاجه عسكريه. ايه كمان؟ استقبال الوفود، عقد معاهدات، دي حاجه سياسيه، يبقى اغلبها سياسيه عسكريه. ما كانش ليه دور دين، ما كناش بنعبده، ولا كان بيتاجر، ولا كان مثلا شاعر، هو كده سياسي اقتصادي، ده سياسي عسكري، ده دوره. جاءت مقاطعه قريش لبني هاشم متناقضه مع هدف حلف الفضول، فند اوجه التناقض. طبعا حلف الفضول بنقول هنقف مع المظلوم ضد الظالم، اما صحيفه المقاطعه كلها ظلم وافتراء. يبقى الصحيفه تحث على الكراهيه والظلم، وهذا يتناقض مع حلف الفضول اللي كان هدفه الوقوف مع المظلوم ضد الظالم، فيها طبعا تناقض. اللي بعده، ده اللي لعبت جغرافيا شبه الجزيره العربيه دورا في تحديد النظام السياسي بها قبل الاسلام. طبعا لان جغرافيا شبه الجزيره العربيه، او لان شبه الجزيره العربيه جغرافيا صحراء، فالصحراء دي تساعد على انتشار حرفة الراعي، والراعي ده تنقل وترحال وقبائل، فعشان كده ساد النظام القبلي. اما في شمال شبه الجزيرة العربية وجنوب شبه الجزيرة العربية قامت حرفة الزراعة، الجغرافيا هناك تسمع بالزراعة، فالناس استقرت، الزراعة تجيب استقرار، فقام النظام شبه الملكي. يبقى ساهمت طبيعة شبه الجزيرة العربية على تقسيم سكانها إلى بدو يعملون بحرفة الراعي ويتنقلون، فعشان كده انتشر عندهم النظام الشبه القبلي. والمناطق الصالحة للزراعة الناس بتستقر فيها، فانتشر النظام شبه الملكي. ما تقييمك لصدق العبارة؟ تبنى هرقل ملك الروم مبدأ الحشد العسكري لمواجهة المسلمين أواخر عهد الخليفة أبو بكر الصديق، صح؟ لأنه أول ما علم بأن خالد بن الوليد هيقود الجيش في اليرموك قال لك كده الكتاب، اعلن هرقل حاله الاستنفار، يعني الاستعداد، يعني التاهب، يعني حشد الجيش. خالد لبه بقى، والراجل اصلا قال عليك يا سوريا السلام ومشي. يبقى حيث اعلن هرقل حاله الاستنفار في بلاده بعدما علم بانتصارات المسلمين على الروم، واخذ في اعداد الخطط العسكريه اللازمه لمواجهه المسلمين في معركه اليرموك، وقد سانده في ذلك حلفائه من عرب الشام، وعلى راسهم جبل بن الايم، عشان كده حتى خالد راح فتح الغساسنه بعد معركه اليرموك. حدد وجه الشباب بين المنافقين والمرتدين. الاثنين طبعا خطر على الدولة الإسلامية، الاثنين خطر، الاثنين يزعزعون استقرار الدولة الإسلامية، لكن الفرق ان المنافقين ما حاربناهمش، اما المرتدين حاربناهم. هو مش عاوز الفرق، عاوز الشبه. الشبه ان الاثنين هددوا كيان الدولة الإسلامية. المنافقين اظهروا الاسلام وابطنوا الكفر بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر، اظهروا الاسلام وابطنوا الكفر. اما المرتدين في منهم ظل على اسلامه وامتنع على الزكاه، وفي منهم من ارتد عن الاسلام وادعوا النبوه. يبقى الاثنين خطر على كيان الدوله الاسلاميه، ده الشبه. امامك شكل يوضح اعداد المجتمع الاسلامي في نهايه مرحله سريه الدعوه. حاضر، حوالي 60 اتضح من هذا الشكل. عالميه الدعوه لا، ما انتشرتش في العالم كلها، دي كانت في مكه. دور النساء في الدعوه لا، ده النساء كانوا 12 مثلا. قوة الدعوة الإسلامية في بدايتها، شمولية الدعوة، شمولية الدعوة أي أنها تشمل كل العناصر، كل الفئات، كل الطبقات. يبقى شمولية الدعوة، عبيد موالي تلاقي، سادة وأشراف تلاقي، رجالة تلاقي، ستات تلاقي، من جوه قريش تلاقي، من بره قريش تلاقي. يبقى الدعوة اتسمت بالشمولية، شملت كل الطبقات والعناصر. اي من ميالي تركزت في عهده الفتوحات الاسلاميه في شمال شرق شبه الجزيره العربيه، شمال شرق شبه الجزيره العربيه عن العراق. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحارب الفرس. ابو بكر الصديق، طبعا ابو بكر الصديق اللي بعت خالد بن الوليد، ففتح اكثر من نصف العراق في بضعه اشهر. معاويه بن ابي سفيان كان مركز في الشمال على الدوله البيزنطيه. عثمان بن عفان في افريقيا شويه وفي الفرس، لكن هو قال لك في شمال شرق الجزيرة العربية اللي هي العراق. يبقى أبو بكر الصديق أول القادة المسلمين الذين طرقت جيوشهم القارة الإفريقية. القارة الإفريقية أول حتة في أفريقيا مين؟ المسلمين وجايين أفريقيا، أول حتة يخشوها مصر. يبقى عمرو بن العاص اللي فتح مصر. اللي بعده، يدل تراجع الأنصار في اجتماع سقيفة بني ساعدة ومبايعة أبو بكر الصديق بالخلافة على، تخيل كده الأنصار لو تمسكوا قالوا هو سعد بن عبادة
والمهاجرين قالوا ابو بكر، هيحصل انقسام في الدوله الاسلاميه. لكن الانصار يقول لك احنا هنتنازل عن اختيارنا مفيش مشكله، ولا ان احنا نخلي دولتنا تتقسم، احنا نرجع في كلامنا ما عندناش مشكله في سبيل ان احنا نحافظ على الدوله الاسلاميه ما تتقسمش. يبقى تراجعهم يدل على الحرص على مصلحه المسلمين، الناس دي حريصين على اعلاء المصلحه العامه. أظهر يهود بني قينقاع عداوتهم للمسلمين بعد غزوة بدر الكبرى، ولم يوفوا بالتزامهم الذي حددته صحيفة المدينة، وهو طبعا هم كده نقضوا نص اسمه أمان المسلم لما اعتدوا على امرأة مسلمة، هو احترام أمان المسلم، ست قاعدة في حالها واعتدوا عليها. اثبت صحة العبارة، عرف العرب قبل الإسلام التواصل الاقتصادي مع الحضارات الأخرى، وهو عندي أدلة كتير. أولا كانت شبه جزيرة عربية حلقة وصل بين الشرق والغرب، وعمل التجارة مع الجزر الأسيوية والهند والصين، وعمل التجارة مع مصر ومع أفريقيا ومع أوروبا. كمان هنزود حاجة من عندنا، إن العرب استخدموا عملة الفرس وعملة الروم، وده تواصل اقتصادي. يبقى حيث كان العرب قبل الإسلام نشاط تجاري واسع مع أفريقيا والجزر الأسيوية وأوروبا والفرس والهند وشرق آسيا، كان اليمن أصول تجاري ينقل البضائع من مواني الهند والصومال والحبشة إلى مواني الشام ومصر ومنها أوروبا، كما استخدم العرب عملات الفرس والروم، فاستخدموا الدنانير الذهبية من الروم والدراهم الفضية من الفرس، وكل ده تواصل اقتصادي. أما لو عاوز إجابة دليل على التواصل السياسي، انتشار النظام شبه الملكي في الشمال والجنوب. أكد حلف الفضول الذي عقدته قبائل مكة قبل الإسلام فيما بينهم على قيمة إيجابية عند العربية، نصرة المظلوم. طب ما فيش نصرة المظلوم في الوفاء بالعهد، ليه يا مستر؟ لأن هم تعاهدوا عهد علينا أي حد مظلوم هنقف معاه. يبقى ما لقيتش نصرة المظلوم، خدوا الوفاء بالعهد. ما لقيتش وفاء بالعهد، هتلاقي تعاون. بالترتيب كده، أهم حاجة نصرة مظلوم، ما لقيتش نصرة مظلوم خدوا وفاء بالعهد، ما لقيتش وفاء بالعهد خد تعاون. ظهر تخاذل المنافقين تجاه اليهود عندما قام الرسول صلى الله عليه وسلم به. طبعا المنافقين اول ما الرسول جه يطرد بني قينقاع، راح المنافقين واقفين وقالوا يا رسول الله، وتحايلوا على الرسول اللي هو عبد الله بن ابي سلول. يعني المنافقين ما تخلوش عن بني قينقاع. لكن لما الرسول جه يطرد بني النضير، رغم ان المنافقين محرضين بني النضير على قتل الرسول، فالرسول لما قفشهم، لما حاولوا يقتلوه، طردهم، طرد بني النضير. ومع ذلك المنافقين عملوا نفسهم ايه ومش واخدين بالهم وما عبروش اليهود. يبقى المنافقين تخاذلوا عن يهود بني النضير. اللي بعده، انتشرت الدعوة الإسلامية خارج مكة لأول مرة فيه. خلي بالك، قال لك خارج مكة مش خارج قريش. خارج قريش كان في المرحلة السرية، يعني جاءوا ناس ثلاثة أمنوا مش من قبيلة قريش. هو أنا عاوز خارج مكة. خارج مكة طبعا في المرحلة الجهرية، يبقى في المرحلة السرية لا، في الجهر دون مواجهة، اللي احنا لسه في مكة وانتشر الإسلام في الحبشة وفي خارج مكة، وانتشر في الطائف أو حاولنا الطائف، يبقى هي دي. والخزرج الستة، حرص عبد الملك بن مروان على استكمال الفتوحات الإسلامية التي بدأها أسلافه. في دول العبارة السابقة، أرسل عبد الملك بن مروان ابنه مسلمة لقتال طبعا الروم، والسيطرة على منطقة العواصم الصغور لما وصاه، معروف. ظهر الدور الإيجابي للدول المستقلة في العصر العباسي الثاني من خلال الدور الإيجابي اللي هم حموا الدولة العباسية في ضعفها وفتحوا كمان. يعني عندك التورنية والإخشدية والأيوبية، التورنية والإخشدية والحمدانية حموا الدولة العباسية من الشمال وسيطروا على عواصم الصغور. عندك الغزنوية والغورية حموا الدولة العباسية من الشرق وفتحوا الهند. تمام، دي دول مستقلة في العصر العباسي الثاني حمت العباسيين وفتحت. يبقى الدور الإيجابي ليها الاهتمام بالاستخبارات الحربية، لا، الارتباط بجيش الخلافة، إقامة علاقات تجارية قيامة بحائط صد ضد الأعداء، أهي حمت الدولة العباسية الضعيفة في الوقت ده. ما العلاقة بين مقتل عثمان بن عفان والفتوحات في الدولة الإسلامية؟ طبعا مقتل عثمان وهذه الفتنة جعلت الدولة الإسلامية تنشغل بالقضاء على الفتن والثورات، جعلت الدولة الإسلامية تنشغل بإعادة الاستقرار، فأدى ذلك إلى توقفت حركة الفتوحات الإسلامية. يبقى توقفت حركة الفتوحات الإسلامية في بسبب مقتل عثمان بن عفان. يبقى تسبب مقتل عثمان في إحداث فتنة في الدولة الإسلامية، مما أدى لتوقف حركة الفتوحات الإسلامية لانشغال الدولة بنزاعاتها الداخلية التي حدثت في عهد علي ابن أبي طالب. وتوقفت الفتوحات في أواخر عهد عثمان، وتوقفت الفتوحات في عهد علي تما. نستنتج من الخريطة أن إرسال أبي بكر الصديق عدة جيوش لحرب المرتدين كان بسبب كثرة المرتدين. يعني المرتدين كانوا كتار، هو أنا بعت 11 جيش وهو مثلا كان واحد بس المرتد، يبقى كتر الجيوش ده دليل أن المرتد كتير قوي، يبقى ده دليل على خطورة واتساع حركة الردة. كتير يا عم، ما أنا بعت 11 جيش عشان كده. تمثل العامل الرئيسي لسقوط مملكة الغساسنة، كنت قال انا بشرح بعد ما نوقع الغساسنه ونلاقي ايه احسن، خلي تحالفك مع الروم ينفعك. يبقى الغساسنه سقطت عشان هي حطت ايدها في ايد الروم ضدنا، فلما غلبنا الروم في اليرموك رحنا رايحين مدينا على دماغها. يبقى بسبب تحالفاتها السياسيه مع الروم، هو ده اللي خلانا نديها على دماغها. يوضح
شراء أبي بكر الصديق لبلال بن رباح وعتقه بعد ذلك، أهمية تطبيق المجتمع لمبدأ، الراجل دفع فلوس واشتراه واعتقه، مبدأ التكافل الاجتماعي. حتى أقول لك أكفل طفل يتيم، التكافل يعني اللي معاه يدي اللي معهوش، الغني يدي الفقير، ده مبدأ التكافل. يتفق مع ما جاء في النص المقابل معه، جاء في عهد الأمان الذي منحه عمر بن الخطاب لأهالي مدينة بيت المقدس، أعطاهم أمانة لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وألا تسكن كنائسهم، يبقى دي حرية عقيدة. يبقى أنا أشوف في الاختيارات أي حاجة فيها حرية عقيدة أختارها. حلف الفضول لا ما كانش فيه حرية عقيدة، بعت رقبة تانية ما كانش فيها حرية عقيدة، خطبة أبي بكر الصديق ما كانش فيه حرية عقيدة، وصايا الرسول لما قال لا تقربوا راهبا تفرغ للعبادة في صومعه، يبقى دي تديك حرية عقيدة ودي تديك حرية عقيدة. مقالي استخلص أسباب الوفاق بين القبائل العربية واليهود في يثرب قبل الإسلام. أسباب الوفاق إيه؟ هم عملوا معاهدة بنقوله العيش في سلام والدفاع المشترك عن يثرب، والعرب أصلا كانوا شرطين على اليهود إن هم لا ينشروا دينهم. يبقى تمثلت أسباب الوفاق في حسن معاملة اليهود للقبائل العربية، ظهور السلام في حسن معاملة اليهود للقبائل العربية، وعدم سعي اليهود لنشر دينهم بين القبائل العربية. يبقى عاشوا في سلام لأن العرب استقبلوا اليهود كويس واليهود سمعوا الكلام وما نشروش دينهم. لكن قدام بقى عملوا معاهدة واليهود خلفوها لما جم الأوس والخزرج ولقوا أن مكانة الأوس والخزرج بتزيد، فبدأ اليهود يخلفوا المعاهدة اللي هيعملوها. في ضوء تحليل النصين السابقين يدل موقف كل خليفة منهما على، قال عبد الملك بن مروان كن من احتيالك على عدوك أشد حذرا من احتيال عدوك عليك، اوعى تخلي عدوك يعمل فيك حيلة وتقع فيها. والنص الثاني الوليد بيقول لا تغرر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال. يبقى الاثنين عمالين يكلموا القادة بتوعهم يقولهم خلي بالكم من الجيش، يبقى الحفاظ على سلامة الجنود المسلمين. يبقى الميل الى المسالمة والمهادنة، الرغبة في تأمين حدود الدولة، التمتع بالذكاء العسكري، معرفتهم بجغرافية المكان. اهي التمتع بالذكاء العسكري اللي هي ايه؟ اوعى تغرر بالمسلمين في بحر وخلي بالك هو العدو يعمل حيلة عليك، اللي هي بتديك نفس معنى الحفاظ على السلام، حفاظ على سلامة الجنود المسلمين، خلي بالك يا ابني من جنود المسلمين وحافظ على سلامتهم وخليك ذكي، اوعى حد يجيبك سكة ويوقعك في فخ انت والجنود بتوعك. واجه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى يثرب مجتمعا غير متجانس، لذلك حرص على القيام به، بناء المسجد المقابل المهاجرين الانصار، وضع دستور المدينه، وضع نظام اقتصادي. بيقول لك مجتمع غير متجانس، يبقى انا عاوز اختار اختيار الطرفين مش شبه بعض، يبقى اذا صحيفه المدينه. ليه؟ لان بتحدد العلاقه بين المسلمين وغير المسلمين، او يبقى هو مجتمع غير متجانس مسلمين وغير مسلمين، فعملت صحيفه المدينه. اما المؤخر ده كان مسلم وده غير مسلم، فازاي غير متجانس؟ يبقى وضع دستور المدينه. اللي بعده، ما زالت خطة خالد بن الوليد في غزوة مؤتة تدرس في المدارس العسكرية حتى الآن تحت مسمى الاستطلاع الحربي ولا استغلال أرض المعركة ولا المباغتة ولا الخداع الاستراتيجي. خدعنا يا باشا، هيقال لهم ان في امدادات جاية ومفيش امدادات ولا حاجة، يبقى الخداع الاستراتيجي لما جاب الميمنة ميسرة وميسرة ميمنة والناس اللي عمالة تهرول من بالليل. تعد أكبر الصعوبات والتحديات التي واجهت المهاجرين في يثرب، طبعا الصعوبات الاقتصادية لأن هم مش لاقين شغل، والاجتماعية مش لاقين سكن، يبقى اقتصادية واجتماعية، اقتصادية واجتماعية وش. في صعوبات دينية ما احنا كلنا مسلمين، ولا سياسية ما احنا كلنا اللي بيحكمنا الرسول، ولا ثقافية ما احنا كلنا بنتكلم لغة عربية واحدة. استمرت معركة شازونة أو شازونة بين المسلمين والقود 8 أيام، كما استمرت معركة بلاط الشهداء بين المسلمين والفرنجة 10 أيام. في دول العبارة السابقة استخلص وجه الاختلاف بين استعدادات المسلمين للمعركتين. طبعا في معركة شازونة كنا قريبين جدا من الامدادات، شازونة دي كانت في الاندلس هنا ضمادي الجبل طارق، وكان القوات الاسلاميه بقيتها في المغرب، فلو اتزنقنا في امدادات كانت سهل الامدادات توصل لنا، وكان طارق ابن زياد وجاله امدادات من موسى بن نصير. اما معركه بلاط الشهداء كنا في جنوب فرنسا وبيننا وبين الاندلس جبال اسمها جبال البرتات او جبال البرانس، وكانت الامدادات بعيده عننا جدا، فعشان كده خسرنا وما كناش مستعدين جيدا. يبقى في معركه شازونة الاستعداد الجيد للمعركه وقرب ميدان المعركه من قاعده المسلمين في شمال افريقيا كان سبب في انتصار المسلمين، الامدادات بقت بتوصل بسهوله. اما معركه بلاط الشهداء تربواتيه كان ارهاق الجند في المعارك المتعدده وبعد ميدان المعركه عن قاعدتهم في شمال افريقيا سبب في هزيمه المسلمين. من خلال دراستك للخريطة المقابلة لحروب الردة، أي المناطق الآتية لم تتجه إليها الجيوش الإسلامية؟ ده سؤال بتغشه. بتبص المنطقة اللي ما فيهاش أسهم، الأسهم وصلت هنا، وصلت هنا، وهنا في أسهم، وهنا في أسهم، وهنا في أسهم، هنا ما فيش أسهم. في العراق
يبقى شمال العراق مفيش اسهم خالص، يبقى شمال العراق مفيش مرتدين، بدليل ما بعتناش جيوش هناك. التعاون بين الانصار والمهاجرين في المدينه وتقسيم الممتلكات بينهم، يعني الايثار او التكافل الاجتماعي، ما انا لسه قايل التكافل الاجتماعي، اللي معاه يدي اللي معهوش. يؤكد اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب لينام في فراشه ليله الهجره على ده، دليل على امانه الرسول لانه جاب عليه عشان يرجع الامانات لاهلها، ويدل على شجاعه علي، ده فدائي لما كان الرسول ممكن يقتل، يبقى هذا الموقف دليل على شجاعه علي وامانه الرسول، حرص الرسول على المسلمين في مكه ولا امانه الرسول، اهو امانه الرسول وفطنته. ايه اللي بعده؟ كان للصحابه دور تجاه الدعوه الاسلاميه في مكه من خلال اللي هو شراء المستضعفين، زي ابو بكر لما اشترى بلال، من خلال انقاذ المستضعفين، اهي زي ابو بكر الصديق لما اشترى بلال، مفيش كنا قتال بالقوه خالص في مكه، مفيش قتال. المعادلة التي عقدت بين القبائل العربية واليهود في يثرب قبل هجرة الرسول الله يتحقق مبدأ المواطنة أو الدفاع المشترك، قلناها كتير دي، وده المبدأ اللي تشابهت فيه هذه المعاهدة مع صحيفة المدينة اللي قدام اللي بين المسلمين واليهود. ظهرت فوائد عقد الرسول صلى الله عليه وسلم لصلح الحديبية مع قريش 6 هجريا على الدولة الإسلامية في عدة مجالات، كان أبرزها من الناحية طبعا قلنا السياسية والدينية. الدينية تفرغنا مشي الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية، والسياسية اعترفت قريش بالدولة الإسلامية، يبقى دينية وسياسية. طب ما فيش يا باشا دينية، يبقى السياسية. اللي بعده، عرف العرب قبل الاسلام مشروعات كبرى لتخزين المياه، طبعا ده سد مأرب، وظهر فين؟ في اليمن، في مملكه سبأ عاصمتها مأرب في الجنوب. يدل امتناع بعض القبائل عن اداء الزكاه بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، الاسئله بتتكرر، على الهروب من تكاليف الاسلام. اعتمد الحارس بن كلده الثقافي، ده اشهر اطباء العرب، في تقدمه العلمي على، طبعا العرب كانوا يستخدمون الاعشاب والنباتات الطبيه في العلاج. فين الرحلات؟ يقول لك اشهر الاطباء الحارس بن كلده الثقفي، عرفوا التداوي من الامراض بالاعشاب الطبيعيه، شرط طبيب في العرب اسمه مش جاي في الاغنيه. تعد المشكله الاولى التي واجهت الدوله الاسلاميه الوليده بعد هجره المسلمين الى يثرب ذات طابع، المشكله الاولى اقتصادي، اقتصادي بحت، المهاجرين مش لاقيين شغل. يدعو النص المقابل الى، قال عبد الملك بن مروان في وصيته: انت تاجر الله لعباده فكن كالمضارب الكيس الناس، الكيس الفطن الذي ان وجد ربحا تاجر والا احتفظ براس المال. طبعا هو هنا بيشبه القائد بالتاجر، فبالراس المال هم الجنود، بيقولوا خليك تاجر ذكي، لو مش لاقي المعركه ربحانه ما ترميش براس مالك، راس مالك اللي هم جنودك. يبقى العباره بتدل على عدم المغامره بجند المسلمين. اللي بعده، قال ابو بكر: الضعيف فيكم قوي عندي حتى اريح عليه حقه ان شاء الله. يبقى ده نصرة المظلوم اللي هو حلف الفضول. العدالة، نصرة المظلوم اللي هو حلف الفضول اللي هو العدالة، يبقى العدالة هي نصرة المظلوم، هي حلف الفضول. نجح العباسيون في استعادة السيطرة البحرية اللي هم قبرص وصقلية على البحر المتوسط في المناطق القريبة من افريقيا، يبقى قصده صقلية قريبة من افريقيا، بفضل مساعدة طبعا الاغالب اللي هم ارسلوا اسد بن الفرات. بدأت الفتوحات الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بلاد العراق على يد القائد خالد بن الوليد، طبعا العراق خالد بن الوليد اللي هو أول واحد اللي خد نص العراق. يرجع سبب أول صدام عسكري بين المسلمين واليهود إلى، أول صدام عسكري بين المسلمين واليهود هم بني قينقاع لما اعتدوا على امرأة مسلمة خلف صحيفة المدينة أمان المسلم، يبقى عدم احترام اليهود أمان المسلم هم بني قينقاع، أول صدام عسكري. كانت البعوث والسرايا والغزوات التي تمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية تكوين الجيش في المقام الاول تحقيق هدف، طب ما تيجي نقولها، هدف السرايا والغزوات ايه؟ بسط هيبه الدوله الوليده، يبقى ده هدف سياسي، وتحييد القبائل في الصراع الدائر بين مكه والمدينه، يبقى ده هدف برضه سياسي او عسكري. يبقى السياسي ثابت معايا، في سياسي وديني وفي سياسي واجتماعي. لا طبعا الجيش لتامين نشر الدعوه، يبقى هنا ايه؟ ناخد السياسي والديني، انا ثابت معايا السياسي صح، من خلال المذاكره كده عرفت ان السياسي صح، سياسي عسكري صح. طب هو جاب لي زوج بقى، ابدا افكر هو الجيش كان بيعمل ايه؟ بيامن نشر الدعوه، يبقى الديني معايا. اتجه المسلمون عام 21 هجري لفتح الامبراطوريه الفارسيه باكملها لاسباب، طبعا هنا بتتكلم عن معركه نهاوند. هات لي اسباب معركه نهاوند، هنقوله بسبب هجمات الفرس، هجمات الفرس المستمره على المسلمين في العراق، هجمات يبقى عسكري. اللي بعده، يدل الاثر الموضح بقايا كنيسه الرصافه دي في الغساسنه في الشام دي على انتشار المسيحيه فين؟ في الغساسنه اللي هي في الشام، في الشام اهي. اللي بعده، كان اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم للحبشه لهجره المسلمين اليها لاسباب، قلنا لان بها ملك عادل، ملك يبقى دي حاجه سياسيه، على دين سماوي حاجه دينيه، يبقى سياسيه دينيه، سياسيه دينيه، ملك يبقى سياسيه، على دين سماوي دينيه. اثبت صحه العقيده الاسلاميه تمنع اكراه الناس على اعتناقها، طبعا طبعا
بدليل ان احنا عكس اكراه، اكراه يعني اجبار، عكس اجبار اختيار، بدليل ان احنا كنا بنخير الناس بين الاسلام والجزيه والقتال، يا تسلم يا تفضل في بلدك زي ما انت على دينك واحنا نحميك بس ناخد منك جزيه مقابل ما احنا بنحميك. اما لو اتبلطك بقى وقال لك لا اسلم ولا ادفع لكم جزيه يبقى تعالى نتعارك مع بعض، يبقى احنا القتال بنحطه في الاخر خالص، يبقى احنا القتال ليس له اولويه وانما الاولويه للاسلام والاعلاء كلمه الله. يبقى لكون المسلمين لم يجبروا احد على الدخول في الاسلام فسيف الاسلام لم يشهر في وجه الضعفاء وانما في وجه القياصره الرومان والاكاسره الفرس، كما كان المسلمون يخيرون من يقاتلونهم بين الدخول في الاسلام او دفع الجزيه او القتال، يعني القتال ليس له اولويه. السؤال ده مهم. اللي بعده، ماذا يحدث اذا لم ينهار سد مأرب؟ لم تهاجر القبائل العربيه من اليمن، لم تؤسس مملكه الحيره، لم تؤسس مملكه الغساسنه، لم يهاجر الاوس والخزرج الى يثرب كلها. ها اللي بعده، على ما يدل طلب ملك الصين الصلح مع المسلمين؟ يدل على ادراكه الامر الواقع وحسن تقديره لقوه المسلمين وخوفه من مهاجمه المسلمين، يدل على قوه جيش المسلمين بقياده قتيبه وحكمه ملك الصين في تجنب الصدام مع المسلمين. كان يتحط عليه مش شبه جرجريوس العبيط. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي قادة جيوشه قائلا بسم الله وفي سبيل الله. وضح العلاقة بين القول السابق وفلسفة الفتح الإسلامي. طبعا القول السابق بيؤكد أن احنا كنا بنجاهد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، ليس من أجل الغنائم أو الأموال أو القتال، إن الجهاد في سبيل الله والنصر من عند الله. كما أن فلسفتنا هي تخليص العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ونقل الدول إلى الإسلام وليس نقل الإسلام إلى الدول، ده هدفنا، دي فلسفتنا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على ان الفتح لله وفي سبيل الله، وقد صار المسلمون على نهجه فخرجوا للفتوحات الاسلاميه لاعلاء كلمه الله ونشر دينه. لا يريدون علوا في الارض ولا فساد، وبذلك لم ينقل المسلمون الاوائل الاسلام الى الامم وانما نقلوا الامم الاسلام، الامم هي اللي عاوزه تترقى وتعرف يعني اسلام. عرف العرب قبل الاسلام في شبه الجزيره العربيه صناعه الحلي المعتمد على الاحياء البحريه اللي هو معتمد على اللؤلؤ المستخرجة من خليج العربي. طب الخليج العربي فين يا جدعان؟ في شبه الجزيره العربيه. والخليج العربي في الشرق. اللي بعده، قام اهالي اليمن قبل الاسلام بنقل السلع والبضائع بين الشرق والغرب بسبب موقعها الجغرافي. لو ما فيش موقعها الجغرافي هنختار وفره الاخشاب لصناعه السفن، يبقى ده الاصح. لو ده مش موجود تختار وفره الاخشاب لصناعه السفن، فعملنا اسطول فنقلنا بيه. الاسلام يدعو الى احترام عقيده الاخر، وقد ظهر ذلك في وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للفاتحين عندما قال لا تقربوا راهبا تفرغ للعباده في صومعه. يبقى لما تلاقي راهب بيتعبد سيبه، يبقى احنا بنحترم حريه الاخر. انطلقت الدعوه الاسلاميه لنشر الاسلام خارج شبه الجزيره العربيه لاول مره. خارج شبه الجزيره العربيه لاول مره. صلح الحديبيه ولا فتح مكه ولا وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حروب الرده؟ بعد صلح الحديبيه طبعا لما تفرغ الرسول لنشر الاسلام خارج شبه الجزيره العربيه فارسل الرسل والسفراء والمبعوثون لملوك العالم يدعوهم الى الاسلام. لما بعت الحارس بن عمير شرحبيل بن عمرو الغساني، راح الكلب ده قتل الحارس بن عمير بتاعنا. هاجرت قبائل الازد من اليمن قبل الاسلام لاسباب اقتصاديه، انهار السد اللي كان بيحوش لنا ميه نزرع مش محتاجه. اهتم المسلمين بفتح النوبه بعد فتح مصر بهدف تامين الدوله الاسلاميه من ناحيه الجنوب. الاسئله بتتعاد يا جماعه، اهي اسئله مباشره. يتضح من دراسه الخريطه ان تركز اليهود بشكل مكثف في يثرب قبل الاسلام كان في الجهاد. فين اليهود؟ ادي بني قريظه وادي بني قينقاع، يهود اهم، وادي بني النضير اهو. طب اعمل اتجاهات، اهي اهي، ده الربع ده اسمه شمال شرق، شمال غرب، جنوب شرق، جنوب غرب، يبقى جنوب شرق هيبينه جدا يعني، اهي جنوب شرق. اللي بعده، الاسود العنسي طليحه الاسدي مسيلمه الكذاب يستدل من ادعاء هذه الشخصيات النبوه على الزعامه، الرغبه في الزعامه، اعداء الدول الرغبه في الهروب، التنافس على الزعامه اهم سبب يا شباب، هو الاسباب الاجتماعيه للرده. تشابه مسجد ضرار ودار الندوه، ان الاثنين كانوا مراكز للتامر على المسلمين. الاثنين كانوا يكيدون ضد الاسلام، الكيد ضد الاسلام. طبعا دار الندوه دي كانت في مكه، اما مسجد ضرار ده كان في المدينه، ما تقوليش مكان وجودهم، بقول لك ده هنا وده هنا. ترتب على عفو الرسول صلى الله عليه وسلم على اهالي مكه بعد فتحات بني هجرين، قلنا دخول الناس في دين الله افواج، يا جماعه ما احنا قايلينها بقى، هدم الاصنام استقرار الدوله الاسلاميه في المدينه، دخول خالد بن الوليد، انتشار الاسلام، انتشار الاسلام بين اهل مكه، الاسئله بتتعاد، دخول الناس في دين الله افواج. ظهرت مهارات المسلمين في التخطيط العسكري والانسحاب التكتيكي، طبعا دي غزوه مؤته مش محتاجه اي بتنجان، انسحبنا. قامت الزراعه في مملكه الحيل اعتمادا على مياه نهر دجله والفرات، الانهار، الاسئله هبله. اللي بعده، نستدل من النص السابق، قال الخليفه خوضها بالسرايا حتى ترى وتختبر شانها ولا تغرب بالمسلمين في بحر شديد الاهوال. الدروس المستفاده الحفاظ على سلامه الجنود المسلمين. طيب اللي هي اهميه اداره الازمات، مفيش ازمه
انا عاوز احافظ على الجنود المسلمين، ابعت سريه صغننه الاول وبعد كده ابعت الجيش الكبير، يبقى فيها ترتيبه فيها تخطيط، وبيدل على التخطيط الجيد عشان احافظ على سلامه الجنود المسلمين. كان سبب اجتماع السقيفه نفس يوم وفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو الخوف من تفتيت الدوله، خوف من انقسام الدوله. الرسول مات هيقعد بقى ايه، ممكن الناس تبقى وحشه تقول لك مين يحكمنا وبتاع، الدوله تتذبذب او تتدهور او يحصل فيها عدم استقرار، فنلحق في نفس يوم وفاه النبي نجتمع في نفس يوم بسرعه، يدل على تحالف المفاهيم من تفكك الدوله وانهيارها، الخوف من تفكك الدوله وانهيارها طبعا خايفين. اصبح هناك فاصل طبيعي بين الدوله الساسانيه والدوله الاسلاميه، ده انا قايلها في الشرح اللي هو جبال زاغروس بعد معركه القادسيه، لان من نتائج القادسيه اتساع الدوله الاسلاميه حتى جبل زاغروس. حرص الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى المدينه على تهيئه الظروف لنشر الدعوه الاسلاميه من خلال عده وسائل اهمها اللي خليه ينشر الدعوه: بناء مسجد الرسول، وضع الصحيفه، المواخبه المجرى، نصير تامين الدوله وحماية. طبعا الجيش ده اهم حاجه احنا اللي هننشر بيها الدعوه عشان نامن الدعاء، يبقى الجيش يا جماعه. تتشابه غزوه مؤته مع بلاط الشهداء في تامين حدود الدوله الاسلاميه، لا انتصار روم، احنا هنا ما كناش بنتعارك مع روم اصلا، كنا مع الفرنجه، وما انتصرش انتصار حاسم ولا حاجه في مؤته، احنا اللي غفلناهم. الاثنين في مستشهد، يعني كفايه ان في مؤته دي استشهد زيد بن حارثه وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه، وهنا استشهد عبد الرحمن الغفيقي وعدد كبير من الصحابه اللي كانوا معاه، يبقى الاثنين كان فيهم استشهاد. حاول الرسول صلى الله عليه وسلم نشر الدعوه الاسلاميه في بدايه المرحله الجهريه من خلال في بدايه الجهر حكمه وموعظه صبر وتحمل، ما كانش في تاسيس اول مدرسه في الاسلام المرحله الجهريه، لا تاسيس اول مدرسه في الاسلام دي في المرحله السريه دار الارقم من ابي الارقم. الاستفاده من التجمعات الاقتصاديه والاجتماعيه، اللي هو ايه بقى في المرحله الجهريه اللي هي بتاعه الطواف على الوفود والقبائل في موسم الحج، هي دي التفاوض المباشر مع سادة قريش، لا البحث عن مركز، هي دي اي من البلاد الاتيه فتحها المسلمون دون قتال في عصر الخلفاء الراشدين، دون قتال في عصر الخلفاء الراشدين. النوبه سبيطلة كان فيها قتال، العراق كان فيها قتال، بيت المقدس صلح، يبقى في صلح البقط وفي صلح ايليا، الاثنين دول كانوا في عصر الخلفاء الراشدين. واحد يقول لي يا مستر طب ما الكتاب حلها السند، السند غلطان الكتاب، لان السند دي في عصر الامويين، اما هو عاوز في عصر الراشدين يبقى انا صح، النوبه وبيت المقدس. دلل، ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم مبدا المساواه بين كافه اطياف المجتمع الاسلامي، طبعا ارسل مبدا المساواه لما لا فرق بين عربي ولا عجمي الا بالتقوى والعمل الصالح. اللي بعده، ايه اسباب محاربه الخليفه ابو بكر الصديق لمن امتنع عن دفع الزكاه؟ طبعا لان امتناع عن دفع الزكاه حرم الدوله الاسلاميه من مورد مهم، ولان الامتناع عن دفع الزكاه يسقط ركن من اركان الاسلام، احنا مش هنفرط في اركان الدين بتاعنا، يبقى لازم، لان ده اسقاط ركن من اركان الاسلام، وده طبعا يؤثر سلبا على موارد الدوله، مش بيبعتوا لنا فلوس. بلغ الخليفة العباسي المعتصم أن امرأة هاشمية صاحت وهي أسيرة في أيدي الروم ومعتصماه، فأجابها وركب دابته وصار إليها بعد تعبئة الجيش وجمع العساكر. في ضوء النص السابق حدد موقفا درسته يتشابه مع هذا الموقف، إيه الموقف؟ واحد ست قالت ومعتصماه شبه المرأة اللي كانت واحد من يهود بني قينقاع اعتدى عليها في السوق فاستغاثت فانتصر لها رجل مسلم وقتل الرجل يهودي، يبقى دي شبه حوار الغزوة بتاعت بني قينقاع اهو، اليهود اللي اجتمعوا واعتدوا على رجل على امرأة مسلمة فصحت، هي دي برضو شبه دي. بدأت المرحلة المكية في الدعوة الإسلامية بالدعوة السرية والتي استغرقت 3 سنوات. ما هي أسباب بداية الدعوة سرا؟ قلنا ليحافظ على الدعوة ويحافظ على المسلمين اللي يدخلوا الإسلام من إزاء قريش، لأن النبي يعني عارف إن هو لما اي حد هيأسلم هيتأذى فحافظ عليها سريه. هنقوله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان قريش لم تقبل بالدعوه الاسلاميه بسهوله وانها ستحاول القضاء عليها. حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على حمايه اصحابه من نزاع قريش، وزائد ان ربنا ما امروش بالجهر، عدم نزول امر الهي بالجهر، فطبيعي يبقى سر. تفوق العرب قبل الاسلام في علم الفلك وقد استفادوا منه في حرفه التجاره اللي هو تحديد الاتجاهات، قلناها سلام تقريبا افكارها بتتعاد. يتضح من خلال خريطة أن الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شملت المناطق الحضارية المتمثلة فيه. الدولة الإسلامية شملت المناطق الحضارية فين؟ الدولة الإسلامية راحت العراق، ما كان في حضارة الحيرة، لا أيام الرسول، هو بيقول لك في عهد النبي، لا راحت الغساسنة في الشام أيام الرسول، لا أيوه راحت أهي أيام الرسول الكلام ده، كل ده الكلام ده أيام الرسول، يبقى راحت الجنوب حضارة اليمن، الحجاز واليمن، طبعا الحجاز هي موجودة أوريدي في الحجاز، بس الكلام على إيه؟ اليمن. ما راحتش العراق أيام الرسول، العراق دي كانت أيام أبو بكر وعمر، وراحتش مصر، ما راحتش العراق ولا الشام، يبقى هي الحجاز واليمن. يدل من تحليل النص المقابل
قال جعفر بن أبي طالب: خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. ثقة المسلمين في عدل النجاشي ولا يأس المسلمين بقاء في الحبشة، ولا ثقة المسلمين في شجاعة النجاشي عدم رغبتهم في الهجرة. أي طبعا ثقتهم في عدله، بيقولوا احنا جينا لك انت مخصوص، احنا عارفين ان انت عادل فعشان كده جينا لك. طب اختلفت الفتوحات الأموية عن الفتوحات العباسية في ايه؟ توجه نحو الفتح نحو الشرق، لا الاثنين توجهوا نحو الشرق. العمل بنظام الصوائف والشواتي، لا الاثنين عملوا بنظام الصوائف والشواتي. مواجهة الدولة البيزنطية، الاثنين واجهوا الدولة البيزنطية. السيطرة على البلاد الأندلس، الأموية سيطرت على الأندلس أما العباسية ما سيطرتش، والحاجات دي بنجيبها من خريطة وأنا قلت لك في الشرح إن الأندلس ظلت أموية، يبقى كان هناك تعاصر لخلافتين في وقت واحد. الخلافة العباسية عاصرت الأموية، الأموية كانت في الأندلس والعباسية كانت في العالم كله الإسلامي يعني. يرجع قيام بعض أشراف قريش بنقض وثقة مقاطعة بني هاشم إلى العصبية القبلية، صفة الكرم دخولهم في الإسلام وتحيزهم للعصبية القبلية، زهير بن أمية سبب تتعاد. اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوة الإسلامية خارج مكة، اتجه الرسول بنفسه بقى، يبقى أول مرة الرسول يطلع من مكة راح ينشر الدعوة الإسلامية. يبقى الطائف في عام الحزن لأسباب اجتماعية لما رموه بالحجارة، لأنه قال لك اتجه الرسول بنفسه، عارف لو اتجه المسلمين كنت اخترت الحبشة. نجح المسلمون في كسر شوكة الروم في بلاد الشام. طبعا المعركة اللي كسرت شوكته معركة اليرموك، خالد بن الوليد حتى راح هرقل يأس وقال لك عليك يا سوريا السلام. يبقى على قد القائد خالد بن الوليد في معركة اليرموك. اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الأشخاص الذين ساعدوه في الهجرة معتمدا على أصحاب الكفاءة. طبعا بيختار الكفر ذو القرابة، لا مش بالقرابة هي، يعني اختار واحد قريبي فاشل ويوديني في داهية، أصحاب النفوذ ولا أصحاب الملا، ايه أصحاب الكفاءة؟ لأنه هو لما لقى واحد كفر يكون دليل في الصحراء وكان كافر قال لك هجيبه. يبقى القصة مالهاش دعوة بالقرابة ولا الفلوس ولا النفوذ، لا دعوة انت بتفهم ولا متفهمش. ترجع عدم سيطرة المسلمين على كامل بلاد الأندلس، لسه قايلينها شمال غرب الأندلس برودة الجو، بأسباب مناخية جغرافية طبيعية، مكتوب ايه؟ طبيعية، هي المناخية الجغرافية. يرجع عدم الاستقرار السياسي ليثرب قبل الإسلام بسبب الحروب بين الأوس والخزرج اللي موقعهم بينهم اليهود. الصراعات الطبقية، الفتن والانقسامات. الطبقية دي يعني أغنياء وفقراء، هي دي. تضمنت الصحيفة التي أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته للمدينة على بعض القيم الإيجابية الموروثة عند العرب قبل الإسلام، طبعا قيمة نصرة المظلوم، لما قال إن النصرة للمظلوم فمن قعد آمن ومن خرج آمن إلا من أظلم. طب ليه ما اختارش دول؟ ما دول ما كانوش موجودين عند العرب قبل الإسلام. أنا عاوز حاجة في الصحيفة اوريدي كانت موجودة قبل الإسلام، يعني نصرة المظلوم مش عرفك إن هو كان موجود أصلا قبل الإسلام، حلف فضول. هدف الرسول صلى الله عليه وسلم من سياسة التنمية الزراعية في المدينة بعد الهجرة إلى حسن استخدام الموارد، تمشي تنمية خبرات الأنصار لو هم مش محتاجين، هم شطار في الزراعة، تنفيذ بنود الصحيفة، لا الصحيفة مالهاش دعوة بالنواحي الاقتصادية، دعم استقلال المدينة واحنا كنا محتلين، هي دي حسن استخدام الموارد، بدليل ان هو نظم الري ترشيد الاستهلاك. يدل قيام هارون الرشيد بإعادة أسرى كبرس لبلادهم مرة أخرى، ده بيدل على حكمته، بعتهم فكلموا أهلهم ان قد احنا كنا بنعاملهم كويس فبطلوا يقفوا ضدنا، يبقى ده تأكيد قيمة التسامح لتجنب الصدام هارون، تأكيد مبدأ العداء، تأكيد قيمة التسامح، سامحناهم عشان هم بعد كده عرفوا ان احنا اخلاقنا كويسة. ظهرت اشهر الاعمال الهندسية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي عند العرب قبل الاسلام فيه، ده سد مارب في الجنوب، فين في الجنوب؟ في اليمن، سؤال متعاد. لا تغيروا عليهم ليلا كي لا تروعوا النساء، يبقى الهدف نشر الامن والطمأنينة اللي هي المساواة بين فئات المجتمع، لا احترام حقوق الانسان اللي هو الامن، الانسان حقه ان يعيش امنا. يدل استخدام العرب للعملات الفارسية والرومانية قبل الإسلام على أنها 100 مرة، ده يدل على عدم وجود دولة عربية موحدة، ما عندناش دولة عربية موحدة فمش عارفين نعمل عملتنا، فمايلنا على جيراننا استخدمنا عملته، يبقى استخدمنا عملة الفرس والروم بسبب التأثر بالدول المجاورة. اللي بعده، تشابه عهد الأمان الذي أعطاه عمر بن الخطاب لأهالي الياء مع صحيفة المدينة في التأكيد على حرية الاعتقاد. يا جماعة عهد الأمان وصحيفة المدينة، اكتبوا ورايا عهد الأمان وصحيفة المدينة ووصايا الرسول والخلفاء للفاتحين وسمات الحكم الأموي في الأندلس، الأربعة دول فيهم حرية عقيدة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء كان لأسباب إيه؟ احنا اتفقنا الأسباب دينية عشان يعجبوا بأخلاق الإسلام فبالتالي يخشوا الإسلام. طب عاوز سبب تاني إن هم أصلا قبلت عرب، يبقى أسباب اجتماعية ودينية. تعددت محاولات المنافقين للنيل من الدولة الإسلامية في المدينة، فضول العبارة السابقة استنتج خطورة تحالف المنافقين مع أعداء الدولة الإسلامية، طبعا خطر جدا لأن هم عاوزين يقضوا على الدولة الإسلامية، فعودة عبد الله بن أبي بن سلول بتلت الجيش في غزوة أحد دليل على تعاون المنافقين مع قريش.
رفضهم الخروج في الاحزاب دليل على تعاونهم مع قريش، رفضهم الخروج في تبوك دليل على تعاونهم مع الروم، تحريضهم لبني النضير على قتل الرسول دليل على تعاونهم مع اليهود. ترتب على وجود المنافقين بجانب المسلمين في المدينه تهديد كيان الدوله الاسلاميه عده مرات، زي تخليهم عن المسلمين في غزو احد الاحزاب ورفضهم المشاركه في تبوك، وتحالفهم مع اعداء الدوله الاسلاميه زي تحالفهم مع بني النضير على قتل الرسول. فرق تسد، كانت السياسه التي اتبعها اليهود عند شعورهم بوجود منافس لهم بالمدينه قبل الاسلام في ضوء العباره السابقه حدد وسائل اليهود لتنفيذ هذه السياسه. تحالفت بني النضير وبني قريظه مع الاوس، وتحالفت بني قينقاع مع الخزرج، ودارت بينهما حروب كان اخرها يوم بعاث. كان اجتماع المهاجرين والانصار في سقيفه بني سعيده اهم واخطر اجتماع في تاريخ الاسلام، طبعا لان هذا الاجتماع حافظ على كيان الدوله الاسلاميه وتولد عنه ظهور نظام الخلافه وابويا ابي بكر الصديق اول خليفه للمسلمين، وظهر فيه مبدا الشورى. مهم السؤال ده، ماذا يحدث لو لم يدخل البربر في الاسلام؟ لم يستقر الاسلام في المغرب، لم تؤمن حدودنا من الناحيه الغربيه، لم يشاركوننا البربر في الفتوحات الاسلاميه، ولم يشاركوننا في فتح الاندلس. اللي بعده، تعبر استعانة الرسول صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريق أثناء الهجرة على يثرب عن، طبعا قال لعبد الله بن أريق تديني وعد انك ما تقولش للكفار، وعبد الله بن أريق ده كافر قال له وعدك، ومع ذلك عبد الله بن أريق نفذ وعده. يبقى هذا يدل على، طب اشمعنى اخترت ده رغم ان هو كافر؟ هو ده الشاطر في موضوع الصحراء ده. يبقى هذا يدل على الاعتماد على اهل الخبرة، والاعتماد على الصحابة والاقارب، لا، ولا عدم معرفه الرسول صلى الله عليه وسلم لطرق القوافل المطأ، لا، طرق القوافل الرسول عارفها، هو عاوز طرق غير طريق القوافل، ولا كراهيه عبد الله بن ورقه للمشركين، اما هو كان مشرك. ده بيدل على اهميه اهل الخبره حتى لو مش مسلمين نعتمد عليهم. يعني لو عندي انا تعبان وفي دكتور مسلم ودكتور مسيحي، والدكتور مسيحي اشطر، لا اروح للدكتور المسيحي، هو الرسول بيقول لنا كده، حتى لو مش مسلم بس عنده خبره نروح له. ظهرت كفاءة خالد بن الوليد في قيادة الجيش الإسلامي لأول مرة، مؤتة أول مرة بقينا، يعني إيه خالد؟ مؤتة. طب فين مؤتة؟ اللي هو قتال الروم، ما هي قتال الروم اللي هي مؤتة. بعد كده ظهرت مهارته في حروب المرتدين، بعد كده ظهرت مهارته في حروب الفرس في العراق، كل دي ظهرت مهارته، بس البداية كانت مؤتة ضد الروم. ارتبطت أولى المكاسب التي جناها المسلمين من اجتماع سقيفة بني سعادة، نظام الخلافة، نظام حكم، يبقى مكسب سياسي. اختلف الامويين على العباسيين في الفتوحات الاسلاميه في اعتمادهم على القاده العرب، اما العباسيين في العصر العباسي الاول اعتمدوا على الفرس، في العصر العباسي الثاني اعتمدوا على الترك. اكتب ورايا، الامويين اعتمدوا على العرب، العباسيين في العصر العباسي الاول اعتمدوا على الفرس، العباسيين في العصر العباسي الثاني اعتمدوا على الترك. نستنتج من خلال تحليل الخريطه ان الفتوحات الاسلاميه للعباسيين تركزت معظمها في الشرق، دي قلناها. ارتبطت رحله الرسول صلى الله عليه وسلم للطائف بوفاه عمه وزوجته، فقدان اكبر مناصري، وفاه عمه وزوجته، معاناه اجتماعيه. يعد العامل المشترك بين مرحله الدعوه السريه ومرحله الدعوه الجهريه البدء بدعوه الاقربين. ليه؟ لانه في الدعوه السريه بدا بدعوه خديجه واقاربه، وفي الدعوه الجهريه وقف على جبل الصفا وقال يا معشر قريش، عيلتي قريش، قبيلتي، يبقى البدء بدعوه الاقربين. تتفق مساعده الرسول صلى الله عليه وسلم لابن السبيل في استرداد حقه اللي هو بتاع الابل اللي ابو جهل بدد عليه، ينصر المظلوم، يبقى ده نصرة المظلوم، يبقى ده شبه حلف الفضول. يدل هروب الأرطبون من بيت المقدس إلى مصر على رغباته في تحقيق أهداف، طب هو ليه هرب إلى مصر؟ لأنها مركز ثقل الجيش البيزنطي، يبقى عاوز يحقق أهداف عسكرية، استخبى وسط الجيش بتاعه. يتضح من خلال الخريطة أن عبور موسى بن نصير بقواته للأندلس كان بهدف، طب ما في قوات خالد طارق آسف بن زياد راح عابر كمان موسى، يبقى هدف إسراع الفتح، التعجيل باتمام فتح الاندلس، بدل ما في جيش واحد جيش طارق، لا انا هضم مع اخويا طارق بجيش كمان، عشان ايه؟ انت تاخد سكه وانا اخد سكه ونفنش الاندلس دي. عليك يا سوريا السلام، تدل مقوله هرقل عند وداعه لسوريا على دخول اهل سوريا في الاسلام، هو ياس الهزيمه الصاعقه لجيشه، طبعا هي دي، يعني هو اتغلب في اليرموك وقال كده الله ينور كده سوريا كلها ضاعت، يبقى العلقه كانت سخنه عليه. قلنا ده دليل على ضعفه وانهزامه وضعف روحه المعنويه، وده دليل على هزيمته الساحقه، وده دليل على قوه معركه اليرموك بالنسبه للمسلمين، ودليل على ان معركه اليرموك هي السبب المباشر في فتح باقي مدن الشام. ولو قال لك هرقل قال ونعم البلد هذا للعدو، يبقى ده دليل على اهميه الشام الاقتصاديه للروم. يا ريت تكتب ورايا. يرجع سبب اندلاع معظم الحروب بين القبائل العربيه قبل الاسلام الى التاثر به. طيب احنا قلنا اسباب الحروب، يا اما الاخذ بالصقر، يا اما الصراع على المرعى والماء. التبعيه السياسيه، لا،
تعدد العبادات لا، الاختلاف العرقي لا، كلهم عرب. الطبيعه الجغرافيه اللي هو الصراع على المرعى والماء، عشان شبه الجزيره العربيه يندر فيها الماء، فالبير الميه ده كان بنموت بعض عليه. تعايش الجميع في المدينه بعد هجره الرسول صلى الله عليه وسلم دون ان يكون لاحد فيه الافضليه على الاخر، وذلك تحقيقا لمبدا مفيش افضليه، مساواه، في مساواه وفي عدل، المساواه والعدل كلنا واحد. توجه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان اتم فتح مكه لدخول المناطق المجاوره لها من جهه الجنوب، نزل تحت كده راح الطائف، تمام، مكه اهو، فراح بعد ما فتح مكه راح نازل كده راح ايه الطائف، عندك الجنوب الغربي وعندك الجنوب الشرقي، الطائف في الجنوب الشرقي اللي هي لان الطائف جوه شويه، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يرجع سخاء الخليفه عمر بن الخطاب في منح الامتيازات لاهل بيت المقدس. اشمعنى يعني كان فتحها على البحر مع بيت المقدس؟ لان هذه المدينه لها قداسه نظرا لقداستها، يبقى الاهميه الدينيه لبيت المقدس طبعا. ارتبط ظهور النظام القبلي في قلب الجزيره العربيه، اتفقت ان هو نظام قبلي لانها كانت عباره عن قبائل متفرقه، متفرقه يعني تعمل بحرفه الراعي كده وبتايه وتتنقل وتترحل، يبقى بسبب النشاط الاقتصادي اللي هو القيام بحرفه الراعي، القيام على التنقل والترحال، فعشان كده في نظام قبلي. حظيت بعض النساء بمكانه سياسيه عاليه، فين وفين؟ زنوبيا في الشمال في تضمر، وبلقيس في الجنوب في سبأ في اليمن، يبقى في الشام وفي اليمن، الشام تضمر، زنوبيا اليمن سبأ بلقيس. قلتهم اللي بعده. اثبت بالأدلة. اعتمدت الدولة العباسية على اللامركزية في الفتوحات الإسلامية، لأن الدولة العباسية سمحت بقيام دول مستقلة في الشرق والغرب تحميها من أعدائهم الذين تنامى دورهم، أعداء الدولة العباسية زي الزيديين في الشرق والأدارسة في الغرب، دول أعداء الدولة العباسية، اكتبهم دول ورايا. وهذه الدول المستقلة بقى اللي عملتها الدولة العباسية، زي الدولة بقى الطاهرية والصفرية والثمانية في العصر العباسي الأول، والغزنوية والغورية في العصر العباسي الثاني، الغزنوية والغورية كان ليها دور في الفتوحات. يبقى هنا كان في لا مركزية، إن الدول دي بتحكم حكم ذاتي مع ولائها التام للدولة العباسية في العصر العباسي الأول، وفي العصر العباسي الثاني بدأت تستقل. حيث قامت عدة دول مستقلة مع الاعتراف بالولاء التام للخلافة العباسية. قاموا بدور مهم في الفتوحات الإسلامية باسم الخليفة العباسي، مثل الدولة الغزنوية والغورية في الشرق ودولة الأغلبة في فتح صقلية في الغرب. اثبت. نقد يهود اليهود بنود صحيفه المدينه التي اقرها الرسول صلى الله عليه وسلم. اثبت لك ايه ولا ايه؟ بني قينقاع نقضوا نص امان المسلم لما اعتدوا على امراه مسلمه. بنو النضير نقضوا نص امان المسلم لما حاولوا يقتلوا الرسول. بني قريظه نقضوا نص الدفاع المشترك والمواطنه لما تحالفوا مع قريش في غزوه الاحزاب. اهو اللي بعده. تمكن جيش المسلمين بقياده عبد الرحمن الغافقي من فتح النصف الجنوبي لفرنسا في اشهر قليله. فضول عباره، حدد تقييمك لفتوحات عبد الرحمن الغافقي في اوروبا. والله تقييم ايجابي بتدل على شجاعته واقدامه، وتقييم سلبي في انه كان يضع حاميه في كل بلد يفتحها، مما ادى الى نقص عدد جيشه في النهايه، خاصه لم يراعي بعد الامدادات عنه. فانا يعني بنقده نقد سلبي ان هو كان بيحط حاميه في كل مدينه. يبقى اثبت عبد الرحمن قوته وقوه جيشه عندما استطاع فتح النصف الجنوبي لفرنسا كله من الشرق الغرب في اشهر القليله. قيام عبد الرحمن الغافقي بترك حاميات عسكريه في المدن التي فتحها في النصف الجنوبي لفرنسا ادى الى ضعف قوه جيشه، الامر الذي ساهم في هزيمته في بلاط الشهداء، خاصه بعد الامدادات عنه وعدم ملائمه الظروف المناخيه. يعني الحته دي ايجابيه فيه والحته دي سلبيه فيه. فرضت قريش على بني هاشم المقاطعه الاجتماعيه والاقتصاديه. استنتج ايهما كان اشد خطرا من المسلمين؟ طبعا المقاطعه الاقتصاديه. مقاطعة الاجتماعي يعني اخصمك، مخصمني، اخصمك، ما يخصموني يعني نزعل ليه؟ لكن يمنعوا عني الاكل والشرب وما يشتروش مني ولا يبيعوا لي، دي الاخطر طبعا. ده كنا هنموت من جوع. يتضح من تحليل النص. ارسل عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب بيقول له ان بطريرك بيت المقدس عاوز يتصالح مع المسلمين، وختم الرساله بعباره اني اعالج حربا كؤودا صدوما. يعني يا عمر وافق بقى، ده انت لو وافقت هتريحنا من عركه كبيره قوي، لان بيت المقدس كانت حصون قويه. يبقى الختم بجمله اني اعالج حربا كؤودا صدوما، يبقى هو انا بيحس عمر بن الخطاب ان هو يوافق. لغه عمرو العاص بتبين ان هو ايه، عاوز عمر بن الخطاب يوافق ويقبل ويطلع يتسلم المفاتيح بنفسه. يبقى اني اعالج حربا كؤودا صدوما، يبقى اظهار اهميه بيت المقدس الاقتصاديه؟ لا. اظهار المكانه الدينيه لبيت المقدس؟ لا. تشجيع الخليفه على قبول الصلح؟ يبقى ان هو بيشجعه بيقول له انت لو طلعت هتريحنا من عركه جامده. انتشر الاسلام بين قبائل البربر بعد نجاح فتوحات. طبعا موسى بن نصير. بربر استقروا بعد نجاح موسى بن نصير في عهد الوليد. يستدل من تحليل مضمون النص. قال الرسول قتيبة، ان رسول قتيبة ابن مسلم الملك الصيني، ان جيش قتيبة اوله في بلادك واخره في منابت الزيتون في فلسطين. ده الجيش ده اوله عندك واخره في فلسطين، ده بيدل ان الجيش بتاعه كبير قوي. ده يدل على ايه؟ قوة وكسرة أعداد جيش المسلمين.
وقعد يقول لي اظهار مهاره المسلمين العسكريه ليه، وقعد يقول له احنا بنعرف نضرب بالنبله وبالسهم وبالطياره وبالقوس. بقول له جيش اولي عندك واخره هناك، يبقى جيش طويل كبير ضخم. قال موسى بن نصير لجنوده: وأيم الله لا أريم هذه القلاع والجبال الممتنعة حتى يضع الله أرفعها ويزل أمنعها ويفتح على المسلمين بعضها أو جميعا. إيه يا عم ده؟ مين اللي قال كده؟ موسى بن نصير. تقع هذه القلاع فين؟ يا عم موسى أصلا ده اللي فتح المغرب واستقرت الإسلام وعدى كمان ساعة طارق في الأندلس، يبقى كده القلاع دي تقع في المغرب. لو في أندلس كان ممكن برضه نكون رايحك مغرب. قامت اليمن قبل الإسلام بنقل بضائع الهند والصين إلى موانئ الشام ومصر وصعد على ذلك. قلنا الموقع الجغرافي، لو ما لاش موقع جغرافي يبقى الأسطول. طب في هنا موقع؟ موقع خلاص من غير ما تفكر، موقع يتضح من الخريطة وهي في أقصى اتساع، من الخريطة المقابلة للدولة العباسية وهي في أقصى اتساعها، أنها تشابهت مع الدولة الأموية بضم أجزاء من قارة أوروبا. في جهتها طبعا الدولة العباسية فتحت صقلية والدولة الأموية كانت فتحة الأندلس، ولو جبنا قارة أوروبا إيه فنلاقي هما الاثنين فتحوا أجزاء من جنوب أوروبا في أجزاء الجنوبية. حمل الرسول صلى الله عليه وسلم الحجارة على كتفيه وساهم مع الصحابة في بناء المسجد، يؤكد ذلك على قيمة المشاركة. الرجل بيشاركهم، كان بيهتف كان بينشد النبي حتى وبينقل الحجارة كده وبيبني بيبني المسجد في المدينة: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، ارحم الأنصار والمهاجرة. وشاركهم أيضا في حفر الخندق في غزوة الأحزاب، وفي مشاركته في بناء المسجد ومشاركته في حفر الخندق يدل على مبدأ المشاركة. أظهر حكام الدول المستقلة الولاء للدولة العباسية في العصر العباسي الأول بسبب قوة الخلفاء العباسيين، بسبب قوة وسيطرة الخلفاء. قام أبو بكر الصديق بتقسيم الجيش الإسلامي المكلف بالقضاء على المرتدين إلى 11 لواء، وهذا بسبب كثرة عدد المرتدين، الاتساع الكبير لحركة الردة. طبعا حققت وثيقة المدينة التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم مبدأ المساواة. وثيقة المدينة حققت مبدأ المساواة من خلال أنا واحدة من دول يبقى فيها مساواة، التكافل الاجتماعي واحترام العقيدة، لا فين المساواة؟ الاستقلال المالي ونصرة المظلوم مساواة، الدفاع المشترك والدعم المالي، هندفع مع بعض وهندفع فلوس مع بعض في أي حاجة تخص إن في عدو جاء على المدينة، دي فيها مساواة مواطنة. الحيلة رسول الشد، يعني ايه؟ لما تكون في موقف شديد قوي وانت موقفك ضعيف وهم اقوى منك، حاول تعمل حيلة، حاول تفكر بذكاء، عضلاتك مش نفعاك، فكر بقى بمخك. يبقى حصل امتى؟ في غزوة مؤتة، عضلاتنا ما كانتش نفعانا، فكرنا بمخنا وجبنا الميمنة ميسرة، والميسرة عملنا حيلة وخداع استراتيجي. يرجع سبب توقف الفتحات الإسلامية في بلاد الفرنجة الى اتغلبنا في معركة بلاط الشهداء تربواتيه بسبب التحالف العسكري طبعا بين شارل مارتل وبابا روما ودوكو كاتين، اتلموا علينا ولاد الجزمة. تشابهت الطبقة العليا والطبقة الوسطى في الجزيرة العربية قبل الإسلام في، احنا قلنا الطبقة العليا من التجار أصحاب أراضي مراعي أغنياء وأحرار، والوسطى من الأحرار أصحاب حرف تجار صغار، يبقى هنا في تجار وهنا تجار، يبقى الاثنين كانوا شغالين بالتجارة، ده الشبه ما بين الاثنين. كانت يثرب بمثابة التربة الخصبة لانتشار الدعوة الإسلامية بفضل طبعا طبائع وسمات أهلها. الناس دي مش متكبرين وعندهم بيقبلوا الاخر وبيسلموا، طبائع سمات اهلها ان هم اصلا اقبلوا على الاسلام في بعثة العقبة الاولى والتانية. امر النبي بتجهيز جيش صلى الله عليه وسلم قوامه 3000 مقاتل، وقاد الجيش زيد بن حارثة، ثم قال: وان قتل زيد فجعفر ابن ابي طالب، وان قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة. نستنتج من النص المقابل حرص النبي على وضع خطط قيادة البديلة صح، ولا دعم روح التنافس، لا هم ما قالهمش انتوا هتنافسوا مع بعض، قال لما ده يموت انت تخش، ده يموت مفيش تنافس هنا، تقسيم المهام لا، ده كل واحد هيبدا مهمته بعد ما الاولاني يموت، لا هي دي وضع الخطط البديله. سعت قريش لاثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عن دعوته بعده عروض، كان همها طبعا قالت له لو اردت مالا اعطيناك مالا، يبقى دي حاجه اقتصاديه، ولو اردت زعامه نخليك ملك علينا، يبقى دي حاجه سياسيه، يبقى اقتصاديه وسياسيه. استنتج الفوائد التي عادت على المسلمين من ارساء جيش اسامه بن زيد لحرب الروم. طبعا ايه الفوائد؟ تامين حدودنا الشماليه وصد اعتداءات الروم، واظهرنا قوتنا امام المرتدين ان احنا ما عطلناش، انتوا عاملين حركه الرده واحنا بعتين جيش اسامه نحارب الروم بجيش اسامه وبنحاربكم بجيوش ثانيه عادي، احنا عندنا كذا قوه. اللي بعده، ما العلاقه بين صلح الحديبيه وفتح مكه؟ ان نقد قريش لصلح الحديبيه هو السبب اللي دفع النبي لفتح مكه عندما اعتدت قبيله بكر التابعة لقريش على قبيلة خزاعة التابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقرر الرسول صلى الله عليه وسلم السير لفتح مكة ورفض توسط أبو سفيان، وده بيدل على رغبة الرسول فتح مكة. طب أبو سفيان حاول يجدد الصلح، ده بيدل على خوف أبو سفيان من رد فعل المسلمين. اختلف موقف قبيلتي الأوس والخزرج من قبول الإسلام عن موقف قريش. طبعا قبيلتي الأوس والخزرج قبلوا الإسلام ورحبوا الرسول وبايعوا النبي في بيعة العقبة الأولى والثانية، أما قريش رفضت الإسلام وآذت النبي واتبعت أساليب ضد الدعوة الإسلامية. طبعا
تغلب الولاء السياسي على الانتماء العرقي في شمال شبه الجزيرة العربية، طبعا لأن الحيرة فضلت ولاؤها السياسي وتحالفت مع الفرس ضد الغساسنة، رغم أن الغساسنة من نفس أصلها العرقي، والغساسنة فضلت ولاؤها السياسي وتحالفت مع الروم ضد الحيرة رغم أنهم من نفس الأصل العرقي، وده بيبين أن الحيرة والغساسنة فضلوا ولاؤهم السياسي على أصلهم العرقي. كده خلصنا ليلة الامتحان بتاعتنا، مما لا شك فيه ان انا بحبكم جدا والله العظيم، ربنا يديكم يا رب على قد دعاء اولياء اموركم. اللي عاوز الشرح يدخل على قناتنا اشرف جابر بتاع تاريخ، واللي ليه اي سؤال او اي استفسار انا تحت امره لغايه باب اللجنه جروب الفيس بتاعنا ولكم في التاريخ حياه. ادخل جروب الفيس واكتب اي بوست انت محتاجه، اي سؤال يخطر في بالك، وتلاقيني انا اول واحد داخل لك اعمل لك كومنت. ربنا يا رب يديكم على قد دعاء اولياء اموركم، ربنا يا رب يكفيكم شر تغيير الاجابه الصحيحه في اخر دقائق الامتحان، ربنا يبارك لكم ويشرح صدوركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.